بعدين كيفية عمل مسار الموازي اللي هو الأوفست ألايمنت، وكيفية عمل التوسعات الجانبية إيه بتاعته. طبعا كنا قايلين إن هو ممكن يتعمل بميول وميول جانبية بتاخد مناسبها منين؟ من منسوب الإيه الطريق الرئيسي. وبعدين بدأنا إيه ردينا على شوية استفسارات إيه كانت موجودة إيه كانت موجودة معانا. طيب نبتدي بعد كده. المره فاتت برضه بدانا ان احنا عملنا بروفايل قطع طول يعني للطريق، واظهرنا فيه الارض الطبيعيه، واظهرنا على الرسم اللي هو البروفايل فيو تمام كده، وعدلنا شويه خصائص في البروفايل فيو، وقلنا الانترفل بتاعها او التسلسل بتاع الكتابات اللي تحت بتبقى بناء على تسلسل الشبكه اللي موجوده فوق. وبعدين شرحنا كيفيه رسم المناسيب التصميميه من خلال الادوات المتاحه في البرنامج، وعملنا اكتر من تصميم لنفس الطريق، وشرحنا كيفيه رسم المناسيب التصميميه من خلال استدعاء ملف البيانات التصميميه من خلال ايه ملف خارجي، استدعاء ملف خارجي. وبرضه قعدنا بعد كده ايه نرد على شويه استفسارات كانت موجوده معانا. ده تم فين؟ في المحاضره السابقه. نبتدي ان شاء الله في المحاضره دي نكمل شويه في البروفايل، وبعدين ننتقل للايه للاسمبلي. زي ما احنا عارفين المسار بتاعنا اللي عملناه المره اللي فاتت اللي هو المسار ده، برضه الملف ده هرفعه لكم ان شاء الله النهارده او بكره باذن الله. وزي ما احنا لو نفتكر في المحاضره السابقه المسار بتاع او سوري البروفايل فيو بتاعتنا، لو ضغطنا على البروفايل فيو بروبرتس هيبتدي يظهر معايا هنا ان احنا كنا عاملين الاف جي اللي هو الفاينل جراوند او الفاينل المنسوب التصميم يعني للطريق، كنا عاملين اف جي 1 واف جي 2 اللي هم مين اللي هم اثنين بروبوزل للطريق، وقلنا عشان نظهرهم على البروفايل فيو بنحتاج ان احنا نكلمه عمليه درو نظهر اللي احنا عايزينه بنخفي اللي احنا عايزينه من خلال درو. اما في حاله لو عايزين نلغيه خالص من المسار ممكن من خلال اللي احنا بنضغط عليه من هنا على الرسم نفسه، نضغط على المسار على البروفايل اللي احنا مش عايزينه، مجرد بالضغط على زرار ديليت بتتلغي معانا. او لو احنا جينا في قائمه البروسبكتور بنيجي في الالاينمنت المرتبط بالطريق ده، في حاله هو ده الالاينمنت سوري البروفايل دوت مرتبط بالطريق اللي اسمه رود واحد، فبنيجي في رود واحد هنا على اليسار، وبعدين بنفتح البروفايلز هنلاقي البروفايل اللي موجود معانا دي الانواع الموجوده. فلو احنا ضغطنا على اي واحد فيهم وعملنا له كليك يمين وقلنا له ديليت برضه بيتلغي منين؟ من قاعده البيانات بتاعت ايه؟ بتاعت الملف بتاعنا. طيب لحد كده احنا كنا عملنا ايه تفاصيل كتيره خاصه بالبروفايل، ولكن لسه في شويه تفاصيل كنا ذكرناها سريعا اثناء الاسئله ولكن نرجع لها تاني دلوقتي. اول شيء في اوبشن دايما بنحتاجه في حياتنا لو احنا بنصمم طريق، وخاصه لو الطريق ده متقاطع مع طرق كثيره. على سبيل المثال انت مثلا بتعمل طريق دائري جوه مخطط، فغالبا اغلب الطرق الرئيسيه بتاعت المخطط بتصب على الطريق الرئيسي ده، فانت عايز طول ما انت شغال تبقى انت شايف المناسيب بتاعت الطرق المتقاطعه معاك دي منسوبها فين على البروفايل بتاعك. لحد 2018 الاصدار العادي بتاع 2018 ما كانش الاوبشنز موجوده، ولكن الابديت بتاع 2018 موجود الاوبشن ده. ايه هو الاوبشن ده؟ مجرد ما احنا بنضغط على البروفايل فيو هنا وبنيجي في اللانش باد هنا هنلاقي حاجه اسمها اد كروسنج تو بروفايل فيو. اد كروسنجز تو بروفايل فيو ده هيضيف لي مين؟ هيضيف لي العناصر او الطرق. هو بيسالني هنا سيلكت اوبجكت تو اد تو بروفايل فيو، في الحاله دي ان هو هيختار مين؟ هيختار الكروسنج بتاعتنا. في الحاله دي انا هختار مثلا مين؟ المسار ده. طبعا هو المسار الاساسي اللي انا شغال عليه اللي هو المسار الاخضر، ولكن المسار الاخضر ده متقاطع مع المسار الاحمر ده، فانا عايز اظهر المسار الاحمر ده منسوبه فين على التصميم عندي. تمام كده. ففي الحاله دي لو انا ضغطت على المسار بتاعنا ده اللي هو اللي انا عايز اظهره، مجرد بضغط عليه وبقول له اوكي بيظهر زي ما احنا شايفين كده، بيقول لي الالاينمنت الحاجه الكروسنج اللي حصلت دلوقتي دي كانت عباره عن الالاينمنت. الالاينمنت ده اسمه الاكزيستنج رود، والالاينمنت ده فيه سطحين مختلفين او فيه سوري اثنين بروفايل مختلفين، في الان جي ال اللي هي الارض الطبيعيه بتاعته، وفي الاكزيستنج رود اف جي اللي هو الايه المنسوب الايه المنسوب التصميمي بتاعه. ففي الحاله دي انا ما بحتاجش الارض الطبيعيه، انا عايز بس اشوف المنسوب التصميمي عشان انا اعمل ماتش ما بين المنسوب التصميمي بتاعي انا والمنسوب التصميمي بتاع مين؟ الطريق اللي انا ايه هتقاطع معاه. تمام. فبيقول لي هنا الكروسنج ماركر شكل الكروسنج هيبقى ايه والكتابه هيبقى ايه، انا هسيبها ستاندرد لغايه دلوقتي وبعدين نشوفها نقدر نعدلها ازاي. مجرد ما بقول له اوكي بنيجي على البروفايل فيو بتاعتنا زي ما انتم شايفين، هنلاقي سوري مثلا هلغي الكتابات بتاعت اسف الكتابات بتاعت البروفايل بتاعنا اللي هي الجريد بريك دي انا مش هحتاجها مبدئيا، وهقول له اوكي. ظهر معايا خط زي ما انتم شايفين الخط الرأسي ده. تمام. ومجرد ما بضغط عليه كتب لي هنا ده كروسنج اوبجكت، يبقى ده عنصر انا جايبه منين؟ من على الرسم. والعنصر ده كروسنج اوبجكت يعني عنصر متقاطع مع العنصر بتاعي، وجايب لي تفاصيله هنا زي ما انتم شايفين. كتب لي هنا ده الكروسنج كروسنج نيم اسمه اكزيستنج رود اف جي،
والاليفيجن بتاعه كام والستيشن بتاعته كام. الستيشن دي اللي موجوده على المسار بتاعي، حلو كده، مش على المسار التاني. نفس الشيء البيانات اللي موجوده دي، يبقى معنى ذلك ان هو بيظهرها لي بشكل خط مبدئي لان انا قايل له شكل بيزك، والكتابات اللي ظاهره لي هنا في نفس الوقت عمل لي نقطه صغيره اللي هي النقطه دي اللي هي برضو الكروسنج اوبجكت. بتقدر تتعامل معاها ازاي؟ مجرد ما انت بتضغط على البروفايل فيو بتاعك وبتيجي في بروفايل فيو بروبرتس هتلاقي تاب جديد ظهر معاك اسمه كروسنج، تاب اسمه كروسنج. في الحاله دي هو مبين لي الطريق ومبين لي مين ومبين لي المنسوب بتاع الطريق، ففي الطريق نفسه او اسمه انا مش محتاجه، ممكن اضغط هنا واقول له لا انا عايزه مش عايزه خالص، تمام، بحيث ما يكرر ليش الكتابه مرتين، هو كده مكرر لي الكتابه مرتين. وعندي هنا برضو الشكل ده انا عايزه مثلا يجي بشكل بنش مارك دي، وبقول له ابلاي وبقول له ايه وبقول له اوكي. زي ما انتم شايفين غير لي الشكل مثلا الشكل الصغير ده، وفي نفس الوقت في الكتابات خليه لي كتابه ايه كتابه واحده بس. طبعا ده ستايل ممكن نعدل فيه لو انا حتى سحبتها كده، يعني سوري هنسحبها من هنا اهي، بحيث يبقى ده كده الخط المتقاطع معايا، وفي نفس الوقت ده كده سنتر الخط المتقاطع معايا، وده كده نقطه مين، نقطه المنسوب بتاعت مين، بتاعت النقطه دي، حلو كده. بحيث لو انا التصميم بتاعي ما كانش رابط مثلا على سبيل المثال، انا كنت رابط في منطقه ثانيه مختلفه تماما، والمفروض انا في المنطقه دي احنا الاثنين الطريق بتاعي والطريق الثاني يتقاطعوا في نفس النقطه عشان نعمل مثلا تقاطع في المنطقه دي، فساعتها انا بعدل التصميم بتاعي وابتدي اسحبه او اديه على النقطه مين، النقطه اللي انا عايزها اللي هي دي. المفروض بتبقى النود، لو فتحنا نود هتظهر او كروسنج تقريبا اللي هو انترسكشن، انترسكشن، تمام كده. بحيث كده يبقى انا الطريق بتاعي ربط بالظبط مع مين، مع الطريق الايه، الطريق التصميمي اللي ايه اللي موجود معايا متقاطع ايه، متقاطع معايا. طيب الكلام ده زي ما قلنا من 2018 الابديتد لحد الاصدارات الحديثه، اما الاصدارات القديمه الاوبشن الاوبشن ده ما كانش موجود. طب في الحاله دي نقدر نعمل ايه؟ في طبعا اوبشن تاني ممكن نعمله، كانت الطريقه وفي كذا اوبشن صراحه، بس احنا هنعمل اوبشن تاني اسهل وابسط. بدل ما نعدل يعني سواء في اوبشن ممكن نعمله من خلال الليبلز، وممكن اوبشن ان احنا نحط نقطه في المكان ده. طيب انا هبتدي اشيل بس اللي انا عملته ده، لو حبينا نشيله في اي وقت بنيجي على البروفايل فيو بروبرتس وبنيجي في الكروسنج وبنشيل علامه الصح من هنا، ومجرد بقول له اوكي بيختفي معايا من على الرسم. ومبدئيا برضو انا هغير المنسوب التصميمي هخليه هنا كده، تمام حلو. وببتدي اعمل حاجه لذيذه قوي، بنيجي على قائمه بوينت وبنيجي كرييت بوينت الاينمنت، تمام، وبقول له ستيشن اوفست، ستيشن اوفست، وبضغط عليها فبيقول لي فين الالاينمنت اللي انت عايز تعمل عليه. فباجي على الالاينمنت اللي انا عايز ايه اخد منسوبه اللي هو الالاينمنت ده، وهو مباشره ما دام الالاينمنت ده في مناسيب بيبتدي مباشره يحدد لي، يقول لي انت عايز المنسوب بتاع النقطه اللي انت هتعملها دي من انهي مسار، من انهي ليفل، هل انت من عايزه من ال جي ال ولا عايزه من التصميمي. ففي الحاله دي بقول له انا عايزه من التصميمي وبقول له اوكي. فبيقول لي النقطه فين اللي هي الاستيشن، ساعتها بختار له نقطه الاند بوينت اللي هنا دي، تمام، وبيقول لي الاوفست كام، فبقول له صفر. فبيقول لي الديسكريبشن بتاع النقطه دي، ممكن نديها ديسكريبشن نقول له مثلا اي ان تي اللي هو مثلا انترسكشن مثلا، وبقول له انتر. يبقى انا عندي نقطه هنا، هو عمل لي نقطه، لو انا بصيت على النقطه دي هقول له ايديت البوينت ليست، اعطاني النقطه بالمنسوب التصميمي بتاع مين، بتاع الطريق بتاعنا اللي موجود هنا. وبعدين بيجي في اوبشن، اوبشن موجود في الـ في الـ في الـ في السيفل عامه اللي هو حاجه اسمها البروجكت اوبجكت، اوبجكتس تو بروفايل فيو، يعني انا هجيب عناصر وادخلها فين، على البروفايل فيو. مجرد بضغط عليها وبضغط على الاوبشن اللي موجود فبيقول لي العناصر دي ايه، فبقول له النقطه اللي موجوده معايا هنا وبضغط انتر، فبيقول لي النقطه دي هيبقى شكلها ايه. في الحاله دي انت بتختار الشكل اللي انت عايزه، وفي نفس الوقت المنسوب بتاعها، فهو بيقول لي يوز اوبجكت، يعني المنسوب بتاعها هيستخدم نفس المنسوب بحيث يظهر على البروفايل فيو بنفس منسوبها، وده المطلوب. مجرد ما بقول له اوكي نبتدي نروح على المسار بتاعنا، بنلاقيه اهو حط لي النقطه بتاعتي وقال لي النقطه دي عباره عن السورس بتاعها، الاليفيشن بتاعها او المنسوب بتاعها، المنسوب بتاعها ده، والاستيشن بتاعتها بناء على الطريق اللي موجود. طبعا الكتابات دي عباره عن ستايل زي ما قلنا ممكن يتعدل في اي وقت، وفي نفس الوقت انا ممكن استخدمها بعد كده ان انا ايه اعدل التصميم بتاعي واحطها عليها. فرق الطريقتين من بعض ان الطريقه الاولى دايناميك. يعني ايه دايناميك؟ يعني لو المسار على سبيل المثال البروفايل اللي انا رابط بيه الطريق هنا اتغير، فالمنسوب على التصميم هيتغير، منسوب على التصميم، منسوب الاوبجكت ده على التصميم هيتغير. ولكن في الحاله لو هي بوينت زي ما هي كده مش هيتغير. يعني لو انا غيرت المنسوب التصميمي بتاع الطريق ده دلوقتي، نفس منسوب النقطه دي مش هيتغير، هتضطر ان انت تعمل نفس الخطوه تاني عشان تجيب مين، تجيب النقطه بتاعتك او منسوب النقطه بتاعتك من التصميم المعدل، تمام كده.
دي كده الايه الطريقه الثانيه ان احنا ممكن نعمل كروسنج. نفس الشيء لو انا حبيت اظهر اي عنصر موجود معايا في الرسم، عايز اظهره على الرسم بتاعي او البروفايل بتاعي عشان ابتدي اتعامل معاه، هو كل ما هنالك احنا بنضغط على البروفايل فيو، وباجي من هنا بقول له بروجكت اوبجكتس تو بروفايل فيو. بروفايل فيو يعني هات لي الاوبجكت بتاعي او العناصر بتاعتي دي من البروفايل من البلان، بختارها له من البلان بيجيبها لي مباشره في البروفايل فيو بالمناسيب بتاعتها. وكنا حتى عملنا مثال المره اللي فاتت اللي احنا حطينا مجموعه نقاط كده، يعني مثلا على سبيل المثال هاخد راندوم بوينت على السطح ده وهبتدي احط نقطه هنا تمام، ونقطه هنا ونقطه هنا ونقطه مثلا هنا تمام. انا كده معايا اربع نقاط موجودين في الرسم، عايز اظهرهم هنا لاي سبب من كان، فابتدي اضغط على البروفايل فيو بقول له اوبجكت بروجكت اوبجكت وبروفايل فيو، وبختار الاربع عناصر بتوعي دول مثلا اللي هم الاربع نقاط دول، وبقول له انتر. طبعا بحدد له هنا الستايل، وطبعا ممكن نغير الستايل في اي وقت احنا عايزين. ادي بيظهر معايا الاربع نقاط اللي انا اخترتهم، هو كل ما هنالك ان هو عمل اسقاط للنقطه دي على الستيشن دي، يعني كانه عمل بالظبط عمل اسقاط هنا كده، ادي عمودي اهو عمل اسقاط على النقطه دي كده تمام. حتى لو احنا شيكنا على الستيشن بالظبط بتاعت النقطه دي نشوفها، ادي ستيشن على النقطه دي، الاستيشن زي ما احنا شايفينها 5.815. لو جينا على هنا عليها 5+8.15. طبعا هو الستايل هنا طبعا زي ما احنا شايفين جايب البلس بدري قوي، المفروض البلس دي بتتقلب. مبدئيا انت ممكن تعدل الستايل ده في حاله لو انت تضغط على البروفايل فيو وقلت له بروفايل فيو بروبرتس، هتلاقيها موجوده فين؟ في البروجكشنز. فزي ما انتم شايفين هنا تسماها بروجكشنز لان هي عباره عن عناصر تم اضافتها هنا. اما لو هو طريق بيجي هنا الكروسنجز، زي ما احنا شفنا قبل كده ان هي بتيجي حاجه اسمها الكروسنجز، يعني حتى لو ضفنا الطريق بتاعنا ده هنيجي هنا ونقول له انا عايز اضيف اد كروسنج تو بروفايل فيو، وبختار له العنصر بتاعي اللي هو الطريق ده، وبقول له اوكي، بقول له انا عايز بس السطح مين السطح التصميمي بتاعي، وبقول له اوكي. نرجع نشوفها هنا اهو ضافهولي في الاخر هنا على اليمين. وفي نفس الوقت لو انا جيت بصيت هنا هنلاقي عندي حاجه اسمها الكروسنجز وحاجه اسمها ايه البروجكشنز. البروجكشنز دي اللي هي العناصر اللي انا اخترتها كبوينت وما الى ذلك، والكروسنج دي العناصر الكروسنج اللي هي الايه في الاوبشن الجديد. يبقى الكروسنجز دي تقدر اي تغير فيها بيتغير معاك، هي خاصه بالطريق والبروفايل. اما الجزئيه الثانيه عناصر فيكسد منسوبها ثابت. طبعا هو المنسوب في حاله لو انت غيرت منسوب على البلاين بيتغير المنسوب هنا، ولكن احنا كان قصدنا في حاله لو احنا كنا حاطينها بنفس الشكل اللي هنا دوت اللي هي نقطه على الالاينمنت، طول ما الالاينمنت لو هي النقطه على الالاينمنت والالاينمنت اتغير منسوبه النقطه مش مرتبطه بيه، فعلى هذا الاساس ما اتغيرتش. ولكن لو انا غيرتها بشكل يدوي على البلان تتغير مباشره عندك هنا على الايه على البروفايل فيو. نفس الشيء تقدر تعمل هنا الستايل بتاعها زي ما انت عاوز، وستايل الكتابات زي ما انتم شايفين هو في بيزك هنا، انت ممكن تعمل بلو او اباف ايا كان الطريقه اللي انت ايه عايز تعملها، مثلا اعمل اباف او بلو. وطبعا هو ستايل بتقدر ايه تقدر تعدل زي ما انتم شايفين تغير ايه تغير الستايل بتاعنا، او لو احنا عايزين نعدل في الستايل بشكل اكبر بنبتدي ندخل على الستايل نفسه نقول له ايديت ونبتدي نعدل فيه زي ما احنا ايه زي ما احنا عاوزين تمام. دي كده اللي هي البروفايل ايه اضافه العناصر على البروفايل. كده الامور. طيب من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نعملها البروفايل نفسه سوري المسار نفسه، دي كانت من ضمن الحاجات اللي الشباب طلبوها قبل كده، اللي انا عايز اظهر على سبيل المثال انا دلوقتي عملت سطح بروفايل تصميمي للطريق وعايز اظهر ادي الاستيشن بتاعتي، عايز اظهر مثلا المنسوب التصميمي معايا في نفس الوقت. فهي كل ما هنالك ان انا هعدل الكتابات اللي موجوده او الستايل اللي موجود، يبقى انا هبتدي اضغط هنا واقول له كليك يمين وبقول له ايديت الاينمنت ليبلز تمام. وانا عايز على الميجر اللي هي الكتابات الاساسيه، لان الماينور بتبقى عباره عن التيك بس او الخط الصغير ده، هبتدي اضغط على علامه القلم الرصاص وباجي على انا عندي هنا في اللاي اوت تمام، والكونتنت هاجي على الكونتنت فابتدي اضغط هنا وبقول له انتر، وبيقول لي عايز ايه، فبقول له انا عايز طبعا هو هنا المفروض الاستيشن بروفايل زي ما انتم شايفين مش موجود. حلو كده، يبقى هنضيف لها ايه، هنضيف لها حاجه اسمها ريفرنس تكست، حاجه اسمها ريفرنس تكست تمام كده. مجرد ما بضغط على ريفرنس تكست بيقول لي التكست بتاعك ده عباره عن ايه، فبقول له بروفايل انا عايز اجيب بيانات هي عباره عن بروفايل تمام، وابتدي اضيف له البروفايل بتاعي. هنا الداتا بتاعتي عباره عن اللي هي البروفايل ستارت ستيشن، لا بسم الله الرحمن الرحيم ستيشن بروفايل الفيجن، البروفايل الفيجن تمام كده. بختارها من هنا وبقول له انا عايز مثلا ثلاث ارقام بعد العلامه العشريه، وبقول له اوكي. في نفس الوقت هنخليها بلون مختلف اللي هو اللون الابيض
والكتابة تهما، وبقول له اوكي تمام كده، وبقول له اوكي اوكي ابلاي اوكي. زي ما انتم شايفين ظهرت معايا، ولكن في علامه مين؟ علامه استفهام كده. علامه استفهام دي لان انا ما حددتلوش العنصر او الكتابه دي هياخد مصدره منين، هياخد مصدره منين. مجرد ما بختارها وبقول له كنترول واحد بيظهر عندي في شاشه البروبرتس هنا اول عنصر اهو، هتلاقي حاجه اسمها ريفرنس تكست اوبجكت، تختار من هنا اللي هو المنسوب اللي انت عايز ايه، اللي انت عايز تظهره. في الحاله دي انا عايز اظهر مثلا الرود، لان عندي مثلا في الرود ده ممكن اظهر الارض الطبيعيه، ممكن اظهر التصميم الاول التصميم الثاني زي ما انا عاوز. ففي الحاله دي انا بقول له انا عايز التصميم الثاني، وبقول له اوكي خلاص بيظهر معاك. يبقى دي كده الاستيشن، وده المنسوب بناء على مين؟ على التصميم. لو انا شيكت حتى 1100 دي اللي هي 627837، ادي على منسوب 1100، ادي 1100 627837. يبقى انا كده اظهرت المناسيب بتاعتي على السنتر لاين بناء على مين؟ على التصميم الاول. طب انا حبيت اعمله التصميم الثاني، يبقى ما فيش مشكله، مجرد ما انت بتضغط تختارها وتقول له اسف، تقول له كنترول واحد، وبتغير من هنا، تقول له انا عايز منسوب التصميم الاول، بيبتدي يعدلها لك مباشره على التصميم الاول وهكذا. تمام. طيب دي كده خاصه منين؟ خاصه كده دمج ما بين كتابات البروفايل وكتابات مين؟ كتابات التصميم. البروفايل نفسه في اوبشن موجود للاسف، انا مش عارف هم مش عايزين يعدلوها ليه، الا وهو حكايه الستيشن الليفيجن. اي منسوب انا عايز اجيبه على الرسم او على البروفايل فيو، مجرد ما بختار البروفايل فيو بقول له ستيشن والليفيجنز، فبيقول لي انت عايز ستيشن كام. فبقول له مثلا على سبيل المثال انا عايز الستيشن هو اللي هي مثلا ستيشن 300، يا اما بكتبها له يبقى بختار على الرسم. تمام. فهو دلوقتي قفل لي الستيشن 300، ولكن انت عايز المنسوب فين؟ لو جينا زي ما انتم شايفين على منسوب الارض الطبيعيه، بيبتدي يقول لي والله انت ممكن تعمل انترسكشن هنا، نقطه الانترسكشن باينه معايا، ولكن عشان انا اجيبها على المنسوب التصميمي للاسف مش حاطين انترسكشن، فللاسف بتضطر تعملها بشكل مين؟ بشكل نيرست، وتقول له والله نيرست لمين؟ نيرست الخط التصميمي بتاعي. حلو. وبتظهر لك الكتابه يقول لك والله ان منسوب التصميمي في النقطه دي هيبقى منسوب كذا، ولكن زي ما انتم شايفين برده مش اكيوريت قوي للاسف. انا مش عارف هم ليه مش عاملين عمليه الايه، عمليه الاكس في الحته دي، اللي هي ان انت مثلا نزول الانترسكشن يعني. ولكن احنا ممكن نتفادى الجزئيه دي لو انا حبيت اطلع المنسوب بالظبط. فبعمل ايه؟ زي ما احنا عملنا قبل كده، انا عايز مثلا على ستيشن 300 المنسوب التصميمي كام بالظبط، بالذات هي طبعا بتختلف مناطق مين، مناطق الفيرتيكال كيرف. فلو انا عايز المنسوب اكزاكتلي كامل يعني مثلا انا بلاش 300، انا اخد مثلا ستيشن ثانيه في اي منطقه في النص، فبقول له مثلا هنا نيرست. تمام كده. لو عايز تتاكد من النقطه دي فاحنا بنعمل ايه؟ بنعمل النقطه على المسار زي ما شفنا، اللي احنا بنجيب قائمه بوينت وبنيجي الاينمنت، وبقول له انا عايز اعمل ستيشن اوفست، وبختار له المسار اللي انا عايزه، وبيقول لي المنسوب فين، فبقول له المنسوب مثلا الاف جي 2، وبقول له اوكي، وبيسالني على المحطه. فاحنا تقريبا كنا شغالين في المحطه اللي هي 261.85، وبقول له انتر، والاوفست بتاعي بيبقى صفر انتر، والديسكربشن ما فيش. طيب يبقى هنا 641.58، في حين ان هي ظهرت معايا ادي ال 200 اهي النقطه دي، وبنشوف منسوبها كام، 641.58 و4 مللي، طبعا عشان هناك مش موجود بالايه، مش موجود بالمللي. يبقى انا كده عندي طريقتين اتاكد ان المنسوب بتاعي سليم ولا لا، لان دي برده بتيجي في امتحان السيفل 3 دي. لغايه كده اوكي معانا يا شباب ولا ايه؟ الصوت واضح معاكم تمام يا كمان؟ تمام يا باشمهندس، الصوت واضح تمام. تمام على بركه الله. عندنا طيب دلوقتي هنتكلم في جزئيتين سريعتين، اللي هو البندات والتقارير. البندات مجرد ما احنا بنضغط على البروفايل فيو وبنيجي بنقول له بروفايل فيو بروبرتس، بنيجي في البندز. البندز في العادي هو بيحط لنا بنده اللي هي زي ما انتم شايفين عباره عن الستيشن ونوعين من المناسيب. زي ما انتم شايفين هو دايما بيتكلم ان هو في نوعين مناسيب، بروفايل 1 وبروفايل 2. ايا كان بروفايل 1 ده ايه واي كان بروفايل 2، هو بياخد الداتا بتاعتهم بناء على البروفايلات اللي موجوده في التصميم. فالتصميم انا عندي هنا كام بروفايل؟ انا عندي ال ان جي ال، وعندي الاي جي اللي هو السطح اللي كنا عملناه المره اللي فاتت، وعندي الاف 1 والاف 2، الاف جي 1 والاف جي 2 اللي هو التصميم الاول والتصميم الثاني. مجرد ما انت بتختار هنا البرنامج اوتوماتيك بيشوف التصميم بتاعك منسوب كام عند الاستيشن دي، ويبتدي يكتبه لك في البندز الموجود. طبعا البند دي ممكن تغيرها، على سبيل المثال ان احنا نلغي اللي موجوده ونبتدي نشوفها عندي. عندي هنا الكات داتا، عندي الاليفيجنز، عندي الفيل داتا، عندي مجموعه حاجات كتير قوي. من ضمن الحاجات عندي البروفايل داتا. نشوف بس البروفايل داتا موجوده في ايه. مجرد ما بقول له اوكي البروفايل داتا، انا عايز البروفايل داتا بتاعت الاف جي 2، بتحدد له من هنا وبتقول له اوكي تمام كده، وبقول له اوكي.
بدأت تظهر معايا بروفايل داتا زي ما انتم شايفين، وطبعا ايه الستايل بتاعها والكتابات بتاعتها كبيره قوي، فاحنا لو صغرنا شويه مثلا ساعه تفضل متداخله مع بعضيها الى حد ما. دي باندات سوري باندة خاصه بالبروفايل داتا، يبقى دي البروفايل داتا بتاعت الايه بتاعت التصميم ده. وبرده لو انا اخترتها وجيت هنا هيلاقيني هو بيبص هنا على البروفايل واحد يبقى الكتابه الاولى مثلا، والبروفايل الثاني الكتابه الثانيه. تمام. احنا ما كانش قصدنا دي، احنا كان قصدنا حاجه ثانيه اللي هم دول. الفيرتيكال جيومتري هنا نوع الداتا، نوع البند ايه. انا عندي هنا حاجه اسمها الفيرتيكال جيومتري والهوريزونتال جيومتري. الفيرتيكال هيجيب لي التغيرات الرئيسيه على الخط بتاعي تحت ايه. يعني مثلا لو انا قلت له الفيرتيكال جيومتري وانا عايز الجيومتري بتاعي، وبقول له اد، وبقول له ابلاي، وبقول له اوكي. هنا التغيرات بتاعتي طول ما احنا ماشيين، طبعا هو التغيرات هنا في حاله احنا رابطين بالارض الطبيعيه، فزي ما انتم شايفين الخطوط بتاعتنا مكسره كتير قوي. ولكن لو انا ربطت بالتصميم هيبتدي يجيب لي الخط هنا، انا عندي خط مستقيم وبعدين عندي فيرتيكال كيرف وبعدين خط مستقيم وفيرتيكال كيرف وهكذا. ولكن هو طول ما هو مكسر كتير كده يبقى هو رابط نفسه بالارض الطبيعيه، ابتدي اعدله اقول له لا ما تربطش بالارض الطبيعيه، ولكن او زي ما انتم شايفين هو عامل بروفايل واحد ارض طبيعيه، فبقول له لا اربطه لي بالاف جي 2 واقول له اوكي. اه بدا يتعدل مباشره، بيقول لي والله انت عندك هنا خط مستقيم وبعدين في كيرف هنا. طبعا الداتا اللي موجوده دي مش كافيه، انت ممكن تزود الداتا دي وتقللها زي ما انت عاوز من خلال الستايلات. يعني انت بتيجي تعدل على الجيومتري هنا، بتضغط هنا وبعدين بتضغط على الجيومتري بتاعي وابتدي اقول له والله عندك الاب هيل والداون هيل اللي هي الخطوط زي ما بنقول خط طالع وخط نازل، وعندي الكريستي ساج كريستي كيرف والساج كيرف. ففي الحاله دي مثلا احنا هناخد الداون هيل اللي هو الخط اللي نازل ده. تمام. هو زي ما انتم شايفين مبين هنا دي عباره عن تانجنت هوريزونتال لينس اللي هو الايه المسافه الايه المسافه الافقيه بتاعته. ففي الحاله دي انا هضيف معاه مثلا السلوب او الجريد تانجنت سلوب او تانجنت جريد. تمام كده، وبقول له اد وبقول له اوكي 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 اوكي. تمام، يبقى كده اظهر لي مين؟ اظهر لي الطول، واظهر لي كمان نسبه الميل. لو شيكنا على نسبه الميل هي نفسها ناقص واحد 5-1 ناقص 1-5-1 هي نفسها. ونفس الشيء برضو بالنسبة للكيرفات، انت بتعدل البيانات بتاعت الكيرفات بحيث بدل ما انت مش عايز تظهرها فوق ممكن تظهرها معاك تحت. نفس الشيء الهوريزنتال الاينمنت، الهوريزنتال نفسه يعني ده هنا الفيرتيكال. طب الهوريزنتال ممكن برضو تبينه في البندات، لان احيانا بيطلب كده. على سبيل المثال بنيجي هنا وبنقول له والله انا عايز الهوريزنتال جيومتري، وبقول له ايه، وبقول له الجيومتري بتاعي، وبقول له اد، وبقول له اوكي. زي ما انتم شايفين هنا منطقه طول ما هي تانجنت بيجي لك الخط بالشكل ده، وبعدين لو كيرف بيقول لي والله انت عندك هنا كيرف، وبيدي لك مجموعه ايه مجموعه تفاصيل. طبعا هي عشان بس الاستايلات مش متجهزه، عشان كده مش باينه ايه مش باينه الكتابه كويس، ولكن انت تقدر ايه تعدل الاستايلات زي ما انت عاوز. في الاخر خالص ممكن يطلع لك حاجه شبيهه بالشكل ده. لحظه واحده كده اجيب لكم شكل شبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع من ضمن المشاريع اللي كانت كنا عاملينها قبل كده، مخططات الطرق بالكامل. اي حاجه شبه مين؟ شبه كده. زي ما انتم شايفين انا فوق هنا اظهرت طبعا البروفايل الداتا بتاعت البروفايل بتاعتي. تمام، وهنا كنت اظهرت القطاعات، كنت عامل طبعا اللي هي منطقه التقاطعات. هنا كان مثلا في تقاطع. تمام كده، بيقول لي اسم الطريق ايه والمنسوب ايه، اسم الطريق ايه والمنسوب ايه. ولكن الستيشن اللي هنا دي كانت ستيشن بتاعت الطريق المتقاطع مش الطريق بتاعي. حلو. في نفس الوقت تحت هنا كنا اظهرنا الستيشن والمنسوب الارض الطبيعيه، منسوب التصميم، منسوب الحفر. تمام، وبعدين الهوريزونتال جيومتري زي ما احنا شايفين مثلا هنا دي منطقه ستريت، وده هنا الكيرف طوله قد ايه والريديوس بتاعه قد ايه، ده الهوريزونتال. وهنا الفيرتيكال كنا اظهرنا برده التفاصيل بتاعته. وفي الاخر خالص السوبر اليفيجن اللي موجود معايا. طيب دي كده بخصوص مين؟ بخصوص البندات. طبعا البندات بحر كبير انت ممكن تتعامل معاه، ولكن احنا مبدئيا في العادي البندات هبقى انزل لكم ان شاء الله. هم كانوا طلبوا مني الشباب المره اللي فاتت ملف يكون فيه شويه بندات، هجهزه لكم حاضر وانزله لكم ممكن على يوم الجمعه او شيء ان شاء الله نعمله لكم وننزله لكم. فزي ما احنا شفنا البندات، في طبعا بندات كتير، في بندات خاصه بالسوبر، في السكشنال داتا، في البايب داتا والبريشر داتا، كل ده موجود ايه موجود هنا. انتوا دي ممكن تقعدوا ايه تظبطوا فيه زي ما انتوا عايزين. هي الفكره ان في كمان حاجه اسمها كات اند فيل. كات اند فيل ده بيحسب لك الفرق المناسيب ما بين التصميم وبين السطح الثاني. على سبيل المثال هنزل مثلا الكات وبقول له البروفايل رقم واحد اللي هو ال ان جي ال، وبقول له اوكي. والفيل البروفايل رقم واحد برضه اللي هو مين؟ ال ان جي ال، وبقول له مين؟ قارن هولي
في الحالة دي قارن هو لي بالاف جي وهنا قارن هو لي بالاف جي وبقول له اوكي. هنلاقي هنا في مناطق الحفر ومناطق اول حاجه قبل ما طبعا تعمل سبمشن بتتاكد انت هنا عندك مين، عندك المنطقه التصميم اعلى من الارض الطبيعيه، فالمفروض المنطقه دي فيل، تتاكد المنطقه دي فيل مظبوط. اه يبقى دي كده قيم الفيل، يبقى انا كده هعمل هنا ردمه مثلا 7 متر 76 كام 76 سنتي في المنطقه دي كده تمام. في الحين الحته دي المفروض هتبقى ايه قطع، لان الارض الطبيعيه اعلى من التصميم، فهنلاقي هنا في الارض الطبيعيه اعلى من التصميم هو جايب لك قال لك والله انت هتحفر هنا حوالي كام، حوالي 3 متر تمام. في العادي هو زي ما انتم شايفين بينزل في جاب ما بين الباندا والباندا هنا، فاحنا بنشيل الجاب دوت من اول حاجه هنا زي ما انتم شايفين في كلمه جاب، مجرد ما انت بتقول له 0 0 0 و 0 تمام، تقول له اوكي بتلاقيهم ايه بقوا ملاصقين لبعض ايه لبعض تمام تمام كده. دي في حاله لو انت عايز تظهر القطع وتظهر مين، تظهر الرتمه موجودين معاك فين. لو لقيت الامور هنا معكوسه كل ما هنالك ان انت بتبتدي تعكس بس مين، تعكس المناسيب اللي موجوده هنا، بروفايل واحد تعكسها وتعكس مع بروفايل اثنين تمام كده. لو لقيت مين، لو لقيتهم معكوسين عن بعض، يعني مثلا لقيت المناطق المفروض هنا المنطقه دي ردم وجاي لك هنا مثلا حفر، لا يبقى انت ساعتها ايه تعكس بس المناسيب اللي موجوده فين في الباندات. اخيرا وليس اخيرا في التول بوكس هنبتدي نعمل الريبورتس مانجر. انت عندك في الريبورت مانجر هنا حاجات خاصه بالبروفايل، دي البروفايل عندنا الانكريمنتال ستيشننج ريبورت ده، وده خاص ان انت تطلع المناسيب الطريق كل مثلا قيمه معينه. كنا احنا عملنا نفس الريبورت ده المره اللي فاتت في مين، في الالايمنت، في الالايمنت برضه ستيشننج ريبورت، ولكن في الالايمنت هيجيب لك الاستيشنات ايا كان الانترفال اللي انت هتديه له، مثلا كل متر كل 2 متر ايا كان، فبتجيب لك نقاط على السنتر لاين كل مثلا متر 2 متر ايا كان الانترفال ايست ونورث فقط. الزد بتجيبها منين؟ من البروفايل، نفس المسمى انكريمنتال ستيشننج ريبورت، وهنا انكريمنتال ستيشننج ريبورت نفس الشيء بقول له اكسكيوت، فبيقول لي انهي بروفايل انت عايز تطلع الداتا بتاعته. في الحاله دي هقول له انا عايز البروفايل اللي هو اف جي 02 وانا عايز اطلعه مثلا كل 10 متر على سبيل المثال، وبقول له كريت. طبعا هنا بتحدد من العلامه دي بتحدد المكان بتاع الريبورت بتاعك هيكون فين، في الديسكتوب مثلا، ونفس الوقت نوع الريبورت بتاعك ايه، ممكن تعمله اكسل وورد تكست ايا كان الطريقه اللي انت عايزها. احنا هنعملها اتش تي ام ال سريعا كده ونقول له سيف وكرييت ريبورت، يبتدي يطلع ايه، يطلع معاك مباشره يقول لك والله انت الاستيشن بتاعتك ايه والمنسوب بتاعك ايه والجريد بتاعك ايه تمام كده. ده كده كل كام، كل 10 متر زي ما اخترت له. يبقى انا لو حبيت اطلع السنتر لاين احداثيات ايست ونورث وزد، يبقى هطلع الايست ونورث من الانكريمنتال ستيشن ريبورت بتاعت الالايمنت، والزد هطلعه منين، نفس الريبورت ولكن من ايه، من البروفايل. عندنا طبعا الداتا اللي هي زي ما انتم شايفين اللي هي بتاعت البروفايل داتا دي، اللي هي ممكن من بي في اي ستيشن اند كيرف ريبورت، بعمل كليك يمين وقول له اكسكيوت، وبحدد له المسار اللي انا سوري البروفايل اللي انا عايزه، وبقول له كرييت ريبورت، بيبتدي يطلع لك ريبورت كامل بمين، بالداتا بتاعتك، يقول لك والله انت من ستيشن كذا الاستيشن كذا كنت ماشي بالجريد دوت وعلى المنسوب ده، وبعدين عندك الفيرتيكال كيرف وتفاصيله ايه، وعندك فيرتيكال كيرف تاني وتفاصيله ايه، وهكذا لحد مين، لحد اخر نقطه. في ريبورت دايما بيتعمل برضه لذيذ اللي هو الاول واحد خالص اللي هو ستيشننج انكريمنتال ستيشننج اليفيجن ديفرنس ريبورت، اللي هو انا عايز، لو انا عايز فرق المناسيب ما بين الارض الطبيعيه والتصميم، اللي هو زي ما انتم شايفينه مين، المناسيب اللي هو ايه الكات والفيل اللي احنا طلعناها دي، فبنختاره من هنا وبنقول له اكسكيوت، وبنحدد له انا عايز المنسوب التصميمي اللي هو مثلا الاف جي، واقارنه بمين، بالان جي ال، انا عايز اقارنه بالان جي ال تمام. لو انت عايز على انترفال ثابت كل مثلا، احنا اظهرنا هنا تقريبا كل 25، فعايز كل 25 وبشيل العلامات الزياده، لان احيانا بتبقى بتسبب ان الريبورت ما يطلعش سليم، فبقول له الريجولار انترفال، يعني الانترفال اللي انا ايه اللي انا عامله ده، وبقول له كرييت ريبورت، وبقول له اوكي ننتظر لحظات، بيقول لي والله النقطه بتاعتك دي الايستنج بتاعتها كام، نورثن كام، والاكزيستنج اليفيجن كام، والديزاين اليفيجن كام. طبعا احنا ممكن نستغل الفكره بقى اللي احنا ايه، يعني احنا هنعمل تريكه كده زي ما قلنا احنا من شويه، عملنا عشان نجيب الايست والنورث والزد، خدنا الايست والنورث من الريبورت بتاع الالاينمنت والزد من الريبورت بتاع البروفايل، ولكن هنا هو الراجل جاب لنا الايست والنورث والزد كمان موجوده معانا هنا، فاحنا بدل ما نعمل اثنين ريبورت، لا ممكن نعمل ريبورت واحد ونطلع الداتا بتاعتنا كلها. زي ما انتم شايفين هنا جاب لك الفوارق المناسيب ما بين مين، ما بين التصميم الاول التصميم، وما بين مين، ما بين الارض الطبيعيه. كده احنا نعتبر الحمد لله الى حد ما غطينا البروفايل. انا عايز اسيب مجال لحاجات تانية، بس اعتقد كده اوكي. في حاجه بس صغيره لان ممكن في ناس ما تعرفهاش، لما بتضغط على اي عنصر من عناصر السيفل خاصه البلان والبروفايل، سوري البروفايل والبلان بتاعت الالاينمنت وما الى ذلك،
هتلاقي حاجه اسمها ستيشن تراكر. ستيشن تراكر ده كل ما هنالك هو دلوقتي حاليا معمول اوف. فبنعمل حاجه اسمها ستيشن تراكر فيو بورت. الفيو بورت دي كل ما هنالك اللي انا مجرد ما هقف على المسار نفسه زي ما انتم شايفين يعني ايه هو واضحه انا بس يعني هعمل لكم اهو. انا دلوقتي واقف على المسار زي ما انتم شايفين على اليمين كده هيظهر معانا خط لونه ماجنتا. لو انا واقف هنا هيظهر على الشمال, ولو انا واقف هنا بيظهر على البروفايل. يعني لو وقفت على البروفايل يظهر على الالايمنت, ولو وقفت على الالايمنت بيظهر على البروفايل. او ان انا ممكن اقول له اول فيو بورت, يبقى طول ما انا شغال حاله لو انا عملت فيو دايما كده اللي احنا بنعمل ايه مثلا على سبيل المثال بنعمل اثنين فيرتيكال اللي انا هعمل اثنين فيو بورت ماشي. وهاجي على المسار هنعمل شويه زوم على المسار في البدايه بتاعته كده, وهنا في الالاين. يبقى طول ما انتم شايفين زي ما احنا شايفين انا ماشي هنا على البروفايل فيو هو نفس المكان, نفس المكان اللي انا واقف فيه دلوقتي على اليمين هو نفسه الموجود فين, موجود الخط السيان اللي على الشمال نفس الشيء. لو انا عملت زوم يعني انا عايز اشوف مثلا منطقه الفيرتيكال كيرف دي موجوده فين على البروفايل على سوري على الالاينمنت, فهنا انا كده في منطقه الايه الفيرتيكال كيرف زي ما احنا شايفينها كده. طول ما انا ماشي على اليمين الماوس بتاعي نفس الوقت هو ماشي ايه ماشي على اليسار بايه بعلامه ايه بعلامه الخط اللي هو الايه السيان ده. دي اللي هي اسمها ايه اللي هي نقفل مثلا. طبعا انا قاسم اللوحه اتنين كده عشان في ناس برضو بيختلط عليها الامر. دي من خلال قائمه الفيو تمام كده. ولو هي جايه لك مقسومه عايز ترجعها بتختار على الفيو اللي انت عايز تثبته اللي انا عايز اثبت مبدئيا ده, وبعمل كليك واقول له سنجل فبيجيبها لك سنجل. طبعا انت ممكن تقسم الفيو مجموعه فيوهات ثانيه توصل لحد كام لحد اربعه. في الحاله دي بقول له سنجل وبيرجع مين بيرجع فيو واحده بس. وزي ما انتم شايفين طول ما انا ماشي على المسار بيظهر لي مين بيظهر لي خط على البروفايل في نفس مكان ايه نفس الاستيشن اللي انا واقف فيه اللي انا واقف عليه تمام. ده اللي هو الاستيشن تراكر, حاجه اسمها ستيشن ايه تراكر. طيب نشوف لو حد عنده اسئله في البروفايلات قبل ما نخش على الاسمبليز. لو سمحتوا يا جماعه اللي عنده اسئله يرفع ايده بس يعمل رايز هاند. طيب المهندس محمد عاطف اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير يا مهندس هشام, ربنا يوفقك الله يكرمك. لو سمحت هندسه الوقت انا لو عامل منسوب التصميم ده ومثلا عايز اجيب مثلا تحته 50 سم, يعني انا عندي طبقات وعايز اجيب تحت التصميم ده 50 سم, فهل انا بعمل منه كوبي وبعدين بطلع برضه من التول بوكس واختار اللي انا عملته ده اللي هو الكوبي منه, ولا في طريقه ثانيه؟ والله بص هو دلوقتي التصميم في يعني انت عندك كذا حاجه, لان هو دلوقتي مبدئيا انت لو طلعت الريبورت بتاع الاسفلت انت ممكن تطرح 50 سم في الاكسل, ده ابسط طريقه. حبيت تعمله هنا هتعمل كوبي من اللي موجود وتنزله 50 سم زي ما عملنا المره اللي فاتت, تختار العنصر بتاعك او سوري البروفايل التصميمي بتاعي زي كده, وباجي على الجيومتري اديتور وبقول له والله انا عايز اعمل منه كوبي الاول, بتعمل منه كوبي تمام وهقول له اوكي. هو دلوقتي عمل لي واحد تاني فوق منه, يعني عمل لي دلوقتي اتنين فوق بعض, حتى ده متسمي كوبي زي ما انت شايف. انا هسميه كده مثلا ده كده اللي هو هسميه نايس 50 عشان ابقى عارف نايس 50 تمام كده, وبقول له اوكي كده. هو لسه نفس المنسوب ما اتغيرش, كل ما هنالك ببتدي اضغط على العلامه دي اللي هو ريز اور لور بي في اي, وبقول له والله ينزلهم لي كلهم نايس 50, وبقول له اوكي نزل معايا المنسوب تحت هنا. هروح اعمل ريبورت ناو دلوقتي, يعني هيبتدي مين يطلع لي هيقول لي انت عايز تعمل ريبورت لمين, فساعتها انا بقول له انا عايز ريبورت اللي هو كام لناقص 50 على كده, هو عرفه في البرنامج اكسكيوت ريبورت هو ما عرفوش. بسم الله الرحمن الرحيم ارينا وانا سيف المفروض يعرفه اف جي ناقص 50 اف جي ناقص 50 هو وصل النوت وصلت هندسه وصل الفكر. والله مش عارف هو وزر ليه, ممكن اعملها في الاكسل برضو ان انا اخد الاساسي والاسرع اكسل الاسرع اكسل طبعا من الاسرع اكسل. طب هل ممكن اعمل ارض طبيعيه ثلاثه الاينمنت ارض طبيعيه مثلا ويبقى ليهم منسوب تصميم واحد, يعني مثلا ارض طبيعيه الاينمنت في السنتر ومثلا سبعه يمين وسبعه شمال حدود الجزيره, وعشان ارض طبيعيه ايه انت عايز تظهر؟ اصل بص الارض الطبيعيه انت بتظهرها ما بتعملهاش, يعني هو الارض الطبيعيه بناء على السطح اللي موجود صح؟ على السطح اللي موجود, فانت عايز تظهرها. فانا دلوقتي لو انا عندي الارض الطبيعيه اللي موجوده دي على السنتر عايز تعملها في اي وقت, بتبتدي تاخد انت المسار بتاعك حلو, بتضغط عليه وبتقول له سيرفيس بروفايل, لان هي ارض طبيعيه يعني تعتبر سيرفيس,
ولما بتيجي تقول له والله ال ان جي ال هنا بتدي له هنا علامه سامبل اوفست، اقول له الاوفست اللي انت عايزه يمين كام وشمال كام ويبتدي يظهر لك مباشره. يعني مثلا هقول له انا عايز اوفست ناقص 20 متر مثلا وبقول له اد، مجرد ما بقول له اوكي بيطلع لك الويندو بتاعت الانفو دي، في نفس الوقت هتلاقيه ظهر معاك مباشره هنا اللي هو تقريبا ده اهو ده ان جي ال ناقص 20 متر. طبعا بتدي له ستايل ستايل تاني عشان يبقى انت وانت شغال تبقى عارف الفرق. يبقى انا كده عندي الارض الطبيعيه على السنتر لاين وعندي الارض الطبيعيه على اوفست ناقص 20، ونفس الشيء ده في حاله لو انت بتعمل بروفايل الارض السطح، يبقى بتضغط على البروفايل وبتقول انا عايز اعمل مين، اعمل اوفست سوري اللي هو اسمه ايه الالاينمنت سيرفيس سيرفيس بروفايل. تمام تسلم هندسه، شكرا. العفو بي العفو. تمام طب لو سمحت يا باشمهندس، انا لو عملت الاينمنت وبديته مثلا من زيرو لحد 3 مثلا بلس 0 0، تمام غلطت في الاتجاه، حبيت ارجع الديسيشنات يعني اخلي 3 0 0 دي عملت البروفايل ولا لا؟ لا ما عملتش. لا بص الريفرس دايركشن حلو قوي في حاله لو انت لسه ما عملتش البروفايل، مجرد ما بتعمل بروفايل الدنيا بتتلخبط. هو بس اي مسار انت عايز تعكسه، على سبيل المثال عشان بس بنبوظ المسار اللي معانا ده، هنعمل مسار تاني كده سريعا نسميه ار دي 10 ونقول له اوكي، وهقول له والله اعمل لي مسار هيبتدي من النقطه دي ويمشي كده مثلا وبعدين يروح لحد هنا وبقول له انتر. فكده هو المسار بتاعي بدا من اول نقطه اللي هي النقطه دي ووصل لحد النقطه دي، تمام. وهنا وصل لغايه الاستيشن جزاء، والله قال لك لا احنا هنعكس المسار. مجرد ما تختار المسار وبتيجي اختاره من على الرسم وبتقول له موديفاي، هتلاقي حاجه اسمها ريفرس دايركشن، اعكس لي الاتجاه. مجرد ما بتقول له ريفرس دايركشن هو بيقول لك خد بالك هتحصل مشاكل خاصه بالسوبر ليفيجن داتا وبالديزاين سبيد وكل حاجه تقريبا. فبتقول له مفيش مشكله طول ما انت لسه في البدايه. مجرد ما بتقول له اوكي خلاص قلب لي الاستيشن دي بقت زيرو وراجع للاستيشن الثانيه حتى 795. اقول لكم على حاجه بس ما ماشي، دي اوبشن موجود بس دي لو انتوا حبيتوا تضايقوا حد يعني وتقول له عايز يعكس المسار ومش هيعرف يعكسه، هتعملوا حاجه لذيذه قوي اللي انت بتدخل على المسار نفسه. فانا هو بيدي لك نقطه الايه الريفرنس بتاعتك، يقول لك نقطه الريفرنس اللي هي نقطه البدايه بتاعتك اللي هي النقطه دي، تمام كده. في الحاله دي ادي له نقطه الريفرنس مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال نقطه مثلا النقطه هنا. حلو كده، دي المفروض ستيشن كام؟ ستيشن 70، تمام. دي ستيشن كام؟ ستيشن 70. وبتقول له ابلاي يس اوكي. طبعا المسار هنا ما فيش اي مشكله فيه ان هو ايه بادئ من هنا، والنقطه 70 هي دي نقطه الريفرنس بتاعتي. لو انا ضغطت هنا وقلت له كام فهي النقطه 70. لو جيت اعمل ريفرس للطريق هنا زي ريمبر يعني ما بيرتدش يتعكس زي ما انتم شايفين النقطه هنا ايه، هو هنا جاب لك هنا دي 60 ودي 70 وبقيت المسار كله بقى عامل ازاي بقى بالناقص. حلو كده ليه؟ لان هي الفكره كلها ان هو عاطي نقطه ريفرنس دي 70 محتفظ بيها 70 مش هيغيرها. فلو انت حبيت تضايق حد ممكن تعمل حركه زي كده اللي انت تعمل نقطه الصفر تثبتها في مكان معين. هي طبعا بتيجي في حاله لو انت عندك المسار بدا بالصفر بقى سوري اقل من الصفر، بتثبت نقطه الصفر ومهما عكس المسار بتاعك ما بيظبطش معاه. ففي الحاله دي انت هتقول له لا الريفرنس بوينت بتاعتي على سبيل المثال اللي هي النقطه دي، حلو كده اللي هي نقطه البدايه والستيشن بتاعتها صفر، وتقول له اوكي ريبلاي سوري ابلاي اوكي. هنا هيقدر يتعكس في اي وقت، هبتدي اعكسه هيمشي معايا مفيش اي مشكله مفيش. حتى هنا برضو نقطه الريفرنس بتاعتنا باظت، هو السطح البتاع كده البتاع كده لحظه واحده هو هنا صفر ساعتها ممكن بس اضغط هنا وتقول له والله لا انا عايز الصفر الناحيه الثانيه وتقول له ده ايه ده صفر وتقول له ابلاي اوكي. بيتعكس ايه بيتعكس معاك ادي ريفرس دايركشن وتقول له اوكي يبتدي يعكس معاك مظبوط على طول. فهي الفكره لو انت لعبت في نقطه الريفرنس دي وعملتها بشكل يدوي كده نقطه المسار نفسها ما بتظبطش، لازم بتقعد تعمل لها بقى ايه تقعد تختارها من هنا نقطه الريفرنس الاول وبعدين ترجع تظبطها له ايه على البلان تاني. بس هو يفضل انت عملت الريفرس اي بي. ممكن سؤال تاني بعد اذنك؟ اتفضل بيه. لما بنيجي نعمل السوبر اليفيشن لازم نكون فاتحين الديزاين بتاع القشطه في البرنامج صح؟ هو اوريدي ما هو لازم تحدد له سوق. انت مجرد ما بتختار المسار وبتحدد له وحاليا المسار اللي احنا عملناه ده كان بدون ديزاين كارتيريا، لازم بتقول له ديزاين كارتيريا عشان يحسب لك سوبر لو سوري يحسب لك السوبر الفيجن. لو انت مش عاملها يعني مثلا انا هنا مش محدد وقلت له احسب لي سوبر هيقول لي هتحسب دلوقتي، هيقول لي خد بالك انت الديزاين سبيد مش موجوده. فلازم انت بتحدد له ديزاين سبيد الاول
تمام. يبقى تضيف له ديزاين سبيد وتضيف له مين وتضيف له المعايير بتاعت القشط بتاعتك والبيانات بتاعته من هنا، غير كده مش هيرضى يحسب لك السوبر اساسا. طيب الباشمهندس احمد مجاهد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا هندسه؟ ربنا يجزيك مبارك خير. تسلم يا كريم. بقول لحضرتك كان عندي سؤالين. السؤال الاول عاوز اظهر المناسيب بتاعه الديزاين على الالاينمنت عليه اوت، ودي انا عملتها لان لحضرتك ضيق اظهار المناسيب، ممكن انا جبت متاخر. طيب حاجه تانية، ممكن اعمل اكستنشن للالاينمنت اكستنشن يعني انت طيب بص، هو الاكستنشن انت ان انت بتضيف عنصر جديد. يعني على سبيل المثال احنا هنضيف عنصر اللي هو كيرف هنا مثلا، فانت بتضغط على المسار بتاعك وبتقول له ايديت جيومتري اديتور، وبعدين بتختار العنصر اللي انت عايز تضيفه. عايز تضيف خط مستقيم تاني، عايز تضيف كيرف، في الحاله دي عايز اضيف كيرف مثلا، فبقول له والله انا هعمل فلوتنج كيرف. ليه؟ هنا هتختار الفلوتنج، لان الفلوتنج عباره من الخط ده وانت طالع، في حاله لو انا بعمل كيرف تاني واخد بالك. ففي الحاله دي اقول له مثلا فلوتنج، انا عايز اعمل كيرف من الخط ده الريديوس بتاعه مثلا 250، حلو كده، والاند بوينت بتاعته هنا كده مثلا، يعني على حسب طبعا التصميم اللي هيكون معاك، وتقول له الاند بوينت هنا اوكي. زي ما انت شايف هو عمل له اكستند لحد فين؟ لحد الاخر هنا. يعني هو بيكمل باقي الاستشانات على نفس الالاينمنت بالظبط كده، طول ما هو خلاص الالاينمنت متصل بيكمل لك بقيه الاستشانات على طول. طب ماشي، في الحاله ديت لو انا اعمل اكستنشن للالاينمنت، طب مثلا لو انا كنت شغال في مشروع هو طول مثلا الطريق 2 كيلو او 5 كيلو، قال لا احنا هنكمل، يعني انت بدات من الزيرو، احنا عايزين ناخد بقى من الزيرو وانت راجع، يفضل ان اعمل الاينمنت جديد ولا اغير الاينمنت؟ بالاقل يعني، بالاقل اه بالسالب يعني. بص هو يفضل بالاقل، لان انا مش هيظبط معانا لو جبنا ورا. طب استنى كده نشوف فلوتنج من هنا برضو 100 متر اقل من 180، ونرجع مثلا نحط هنا نقول له اوكي. لا جايب اقل اهو، برضه شغال اقل، مفيش مشكله. هات فلوتنج. تمام، هات فلوتنج، بس اهم شيء هات فلوتنج، لان الفلوتنج ده بياخد العنصر اللي موجود ويبتدي يمشي. ايه؟ يبتدي يمشي منه. زي ما انت شايف النقطه بتاعتنا الاول هنا مثلا رجعت هنا، لان اخترت له الكيرف. طبعا الفلوتنج هو بيجيب بناء على الايه؟ الداتا او المعيار اللي عندك، واخد بالك؟ لان هي النقطه الاساس كانت مثلا في النقطه دي، فلازم تاخد بالك بس ايه؟ ان هو النوع هيبقى عندك هنا فلوتنج. تمام، وكده كده ده بيظهر معايا في البروفايل. ده هيظهر بقى هنا البروفايل عندك. بص هتلاقي البروفايل التصميمي بتاعنا بقى اقل هنا، ادي نقطه الصفر هنا اهي، وادي البروفايل التصميمي بتاعنا فين؟ وصل لحد هنا بس. ليه؟ ساعتها انت بقى تبتدي تعدل التصميم، لان هو التصميم واقف عند النقطه اللي كانت زيرو، واخد بالك؟ هي كانت زيرو بس هنا عندك هي سوري اللي هي تعتبر زيرو دلوقتي، ولكن انت عندك المنطقه دي بالناقص، واخد بالك؟ يعني انت عندك هنا دي ناقص حاجه و60 اللي هم موجودين عندنا هنا، دي ناقص 66، فالناقص 66 لحد الصفر المنطقه دي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش مناسيب، عشان كده هو مش جايب لك مناسيب تصميميه. هعدلها برضو في الديزاين اللي على البروفايل. تبتدي تعدل بالظبط كده، تبتدي لان هي يعتبر تصميم جديد، سطح عرض طبيعيه جديده، فيعني بتبتدي مش تصميم جديد، يعني سطح عرض طبيعيه جديده انت عايز تغطيها بالتصميم بتاعك. اه بس حضرتك يعني في حاله مثلا انا ممكن اكون شغال والشركه مثلا تاخد حاجه اكستنشن للمشروع. ما فيش مشكله، هي ساعتها بص ما دام انت اشتغلت يبقى مثلا عندك النقطه دي هتبقى فيكسد بوينت، تبتدي تعدل من قبليها. يعني ادي البروفايل برضو لو احنا على سبيل المثال دي نقطه الاساس، لان انا اشتغلت كده الستيشن الصفر بتاعتي وانا اشتغلت هنا. طب والله الشركه عايزه تكمل، هل هكمل على نفس الخط بتاعي ولا هتعمل كيرف قبل مني؟ فلو هكمل على نفس الخط ما فيش مشكله، هتعمل مثلا على سبيل المثال تعمل انت لاين عادي خالص من هنا كده زي كده مثلا، تمام، وتمد الخط ده لحد القيمه اللي انت عايزها مثلا، ده على سبيل المثال يعني، وبتمد الخط كده، يبقى انت كده مكمل على نفس مين؟ على نفس مناسيبك، ما غيرتش حاجه. حبيت تحط فيرتيكال كيرف يبقى نفس الشيء، عندك برضو من عناصر البروفايل هتلاقي برضو عندك هنا فلوتنج فيرتيكال كيرف، برضو نفس الفكره، فلوتنج يبقى تاخد من العنصر الموجود وترجع بالقيمه اللي انت ايه ترسم الكيرف زي ما انت عايز بالظبط كده. طيب تسلم هندسه، ربنا يخليك. باشمهندس مصطفى كمال. مصطفى كمال اتفضل. مصطفى كامل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليك. هلا بيه، اخبارك؟ الله يبارك فيك. دلوقتي انا عندي طريق رايت سايد وليفت سايد، بس يعني عرضه كبير شويه 40 او 50 متر مثلا. تمام. فانا عندي يعني عندي في البروفايل
مثلا لو اتكلمنا مثلا في الرايت سايد عندي البروفايل الخدمه غير بروفايل الرئيسي تمام انا بعرف يعني بعرف ازاي البروفايل ده عندها يعني بعد ما بعمل الالاينمنت يعني بدخل ازاي يعني. ما هي سؤال انت هل انت الخدمه ماشيه بنفس مناسيب الطريق الرئيسي؟ لا يعني مش واخده نفس الاسلوب بتاعه ليه بروفايل تاني خلاص بروفايل تاني يعني ليه تصميم تاني ليه سنتر لاين تاني بقى المفروض لان هو عاده كل طريق بي جي ال. طب ما هي الفكره انت كده بتتكلم لا انا ما بتكلمش على بي جي ال بتكلم على مسار ليه مسار مختلف لا نفس المسار بس بروفايل تاني طب وانت ما فصلتوش ليه بمسار تاني اصل الفكره ان هو انت البروفايل الاساسي بروفايل بيبين لك السنتر لاين حتى كتابه هيبين لك السنتر لاين بتاع الطريق الرئيسي لكن التاني ده مناسيبه حاجه تانية خالص هو طبعا انت ممكن تعرف هنا ولكن هيبقى اللعب كله في الاسمبلي مش هنا يعني الشغل كله في الاسمبلي مش هنا واخد بالك لان هي الفكره كلها انت في ساعتها في الاسمبلي هتقول له والله هعمل ايوه ما ده انا بسال ولكن هي الفكره يعني ان هو البيز لاين عشان برضه تبقى انت مدرك لما تيجي كوريدور وتقول انا هعمل بيز لاين هيقول لك فين الالاينمنت فساعتها انت رابط بمين بالالاينمنت الرئيسي واخد بالك رئيسي مظبوط حلو وساعتها انت هتعمل منسوب طبعا كده كده هو اي بروفايل هيشوفه هيشوفه للرئيسي اي بيز لاين هيشوفها هيشوفها للرئيسي فساعتها هتعمل البروفايل التصميمي بتاع السيرفيس رود هنا مع ان انا اول مره اشوف المفروض سيرفيس رود منفصل عن يعني ده منفصل عن ده المفروض ده منفصل عن ده غير كده انت بتعمل قطاع كبير يغطي كل منفصل انا عايز لا منفصل كاب مش كبروفايل منفصل كالاينمنت يعني ده يبقى ليه مسار مختلف وده مسار مختلف كل واحد ليه مساره انا اقصد حتى لو الاثنين واخدين نفس المسار واحد بس يعني اعمل الاينمنت لده والاينمنت لده بحيث لما اجي اعرف البروفايل ما مجرد انت فصلت اثنين الاينمنت يبقى هتعمل اثنين بروفايل وهتشتغل كل واحد لوحده والاسمبلي يبقى واحد لا الاسمبلي يبقى مختلف برضه لان الاسمبلي بيبص على الاينمنت واخد بالك فساعتها انت هتبص على انهي الاينمنت في يوم ده ولا ده واخد بالك هو في اوبشن موجود في الالاينمنت سوري في الاسمبلي اللي هو الاوفست اوفست اسمبلي بصراحه انا ما اشتغلتش عليها بس اخوك محمد عبد العظيم كان شرحها ان هو في الاسمبلي نفسه بيحط نقطه تانية وبيبتدي يبص عليها الو تمام باشمهندس تمام اه يفضل زي ما قلت لك يفضل ان يبقى ده ليه مسار لان الفكره كلها حتى السيرفيس رود عاده بيبقى فيه مثلا رامب سليب رو سليب سليب رامب دخول وخروج وخد بالك الفكره باشمهندس اه اللي انا الخدمه انا رابطه على يعني شوارع جانبيه تمام حلو عليه لكن يعني هو الفكره انه الاول كان بروفايل الطريق على الرئيسي على منسوب معين تمام وبعد كده جينا عملنا تاني تصميم عشان اربط على الشوارع الجانبيه ما كانش معاه مظبوط تمام هو اصلا طريق متصمم بس عايز افهم الموضوع جه ازاي انك فاهمني بس هي الفكره كلها في ايه بقى هنا انت لو انت شغال كتصميمي هتتعب جدا في حياتك لو انت عايز تربط الطريق الرئيسي وبعدين عندي شوارع جانبيه مناسبها مختلفه فدلوقتي انا هجيب ميل عرضي وبعدين هجيب فرق الميل ده في الجزيره الوسطيه مثلا او الجزيره اللي ما بين طريق الخدمه وما بين الطريق الرئيسي عشان اظبط ليه لان الطريق بتاع الطرق الفرعيه مش محترمه الرئيسي في حاجه الطرق الفرعيه ليها مناسبها اوريدي القائمه فانت عشان تظبط بقى طريق الخدمه معاها فطبعا بتبقى مشكله كبيره فعشان كده احنا بنتفادى الحته دي منين اللي انت بتصمم الطريق الرئيسي وعروضه بتيجي لحد الجزيره الفاصله ما بين الاثنين وبعدين طريق الخدمه بيجي لوحده حلو كده ليه لانه بيراعي مين بيراعي المناسيب اللي موجوده على الطرق الفرعيه وفي نفس الوقت بيراعي مناسيب الجزيره البينيه ما بينه يعني وبين الطريق الرئيسي يعني انا يعني اخدها كاني باخدها بالراجع يعني بالظبط يعني كده يعني انت تاخد دوت من السنتر لاين لحد الجزيره الوسطيه الجزيره ما بين الاثنين ما بين الخدمه والرئيسي والتاني ده تاخده بالعكس من الناحيه الثانيه يبقى انت هتحترم اللي داخل عليك لان الفكره عمليه الاحترام هنا اللي انت هتخلي نفس المسيب والميول هترميها على مين الميول هترميها على الخدمه اللي هو الطريق سوري الجزيره البينيه بين الخدمه هنا وهنا بحيث ما يبقاش الجزيره برضو ايه فيها فرق منسوب كبير فرق منسوب معقول اوكي لكن ما يكونش فيها فرق منسوب عشان ما تبقاش مايله قوي مظبوط وساعتها برضو في بيبقى رمبات ما بين هنا وما بين هنا كل رمب بيتعمل له مسار لوحده بحيث يربط ده على ده وخلاص على كده يعني الرمبات انا قصدي بيها اللي هي الداخله والخارجه للطريق الرئيسي الداخله للخدمه والخارجه من الخدمه هو كان في مشروع قبل كده كنا احنا اتكلمنا عن اي حاجه شبه كده
ثانية افتحه لك برضو لو معايا تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. بس هو صراحة ما كانش الجزئية دي. لو كده في مشروع هبقى ارفعه برضو في اللينك. ده كان مشروع دايري الرابع في مكة المكرمة، وكان فيه تفاصيل كتير جدا من ضمنها ان هو كان بقى مش في طريق خدمة بس، طريق خدمة وطريق كمان رامب بعد الخدمة كمان، يعني كان فيه حاجات كتير قوي. ايوه شمس، هتشوف ساعتها السنتر لاين بتاع كل واحد فين، وده كان رابط على ده فين، وده كان رابط على ده فين. هي فلوس الفكره بس باختصار عشان ما اخدش من وقت المحاضره. الطريق كان اصلا متصمم تمام، والرئيسي كان في مرحله التنفيذ وتنفذ. كان في طرق جانبيه بس ما احترمتش في التصميم. تمام. طرق جانبيه يعني زي حواري. تمام. حلو. فما احترمتش في التصميم، فجاء بعد كده حصلت مشكله، ويعني قالوا خلاص لازم نرجع ونربط بيها تاني. فكان الرئيسي متنفذ، فكان اللعب لازم يبقى يتلعب في الخدمه. هو ساعتها انت بص هتحط مسارك على الخدمه، والفروقات دي هتيجي في الجزيره الوسطيه ما بين الاثنين، ما بين الخدمه والرئيسي. هتحاول ساعتها قدر الامكان ان انت تبقى ايه الفروقات دي، يعني مثلا مش هتبقى مثلا ميل واحد جاي من اول السنتر لاين للطريق الرئيسي لحد الشوارع الجانبيه. لا، سنتر لاين خلاص الطريق الرئيسي بقى قائم، وعندك الشارع والشارع اللي على اليمين قائمه اوريدي. طيب فالفروقات دي هتيجي فين؟ انا همشي مع الشوارع قدر الامكان، وهعمل نسبه ميل عرضيه مناسبه بحيث ما يدينيش فرق منسوب كبير في الجزيره او المنطقه الفاصله ما بين الرئيسي والخدمه، واخد بالك؟ عشان ما اكونش برضه ما هاخدش. لما اجي اصمم الخدمه بقى هعمل بقى تاني الاينمنت تاني هتعمل الاينمنت تاني. وفضل الاينمنت كمان يكون فين؟ الاينمنت قريب من بره، قريب من الطريق الرئيسي الفرعيه اللي بره. تمام. وبعدين ليه؟ عشان تتحكم انت بنسبه ميل معينه، لان الفكره ان انت اللي هيحكمك الشوارع، فساعتها هتحط الالاينمنت جنب الشوارع، يبقى انت كده الى حد ما ماشي مع الشوارع. تمام. وفي نفس الوقت تتحكم انت بقى في الميل العرضي اللي ما بينك وما بين الايه الطريق الرئيسي، لان ساعتها هتبدله الى حد ما او تمشيه، يعني مش هيبقى ميل ثابت، عشان مين الى حد ما يبقى ما بقاش في فرق منسوب كبير ما بين الايه ما بين الطريق ده والطريق ده. تمام. ألف شكرا وشكرا. العفو بيك. العفو. تمام. طيب باشمهندس عادل توفيق اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا بنشكر حضرتك يا باشمهندس على المجهود الرائع على الكورس الجميل. الله يبارك فيك. الله يخليك. بس هو في سؤال بالنسبه لو عندي طريق في منطقه صحراويه او منطقه جبليه وفيها مرتفعات ومنخفضات، هل في طريقه احسب بها اقل ردم واقل حفر؟ ولو في منطقه جبليه بيبقى الفيصل عندي موضوع التفجير بيبقى صعب جدا، زي الطريق بتاع منطقه الجلاله عندنا هنا في مصر. بص انا عاوز بقى، هل في اوبشن ان انا بيبقى عندي كذا بروبوزل، اللي هيبقى الاختيار الانسب اللي هو اقل كميه تفجير في الجبال، وبالنسبه للصحراء اقل كميه حفاره؟ بص هو مبدئيا اصلي البرنامج عامه ما بيدلكش هو بناء، يعني هو ما فيهوش الامكانيه اللي انت تقول له والله ده سطح الارض طبيعيه وشوف لي انسب طريق مكان فين وانسب مناسيب فين، واخد بالك؟ دي بتيجي بالترايل، يعني انت بتقعد تبقى تجرب تشوف والله الطريق لو هنا هيبقى مثلا اقل منسبه حفره او مناسيب رد، واخد بالك؟ لان البرنامج ما فيهوش اوبشن ده. حتى البرنامج كمان بنعملها بالترايل. انا بقول دلوقتي مع تقدم لا بص هو لا للاسف ما فيش حاجه آلية يعني. بص هو لا هو انت ساعتها ممكن تعمل حاجه هي تفضل، لان هي فكره هيبقى اسرع بكتير من السيفل في الجزئيه دي من خلال الانفرا، برنامج الانفرا ووركس. لان الانفرا ووركس عباره عن ايه؟ انت بتقول له والله مبدئيا عندي الطريق هيبقى بالشكل ده وهتبقى بالميول بالشكل ده. حلو. هو اوتوماتيك وسريعا وانت شغال. هو طبعا الارض الطبيعيه موجوده، طبعا الانفرا كان اخونا محمد عبد العظيم شرحه بالتفصيل. هتجيب سطح الارض الطبيعيه سواء انت رافعه او سطح الارض الطبيعيه من جوجل، وهتبتدي انت تعمل مسار سريع. هو اصل الفكره كده ان هو بيعمل ايه؟ بيعمل مسار سريع وتدي له، مجرد ما بتغير على طول مباشره بيدي لك مين؟ بيدي لك التفاصيل والشكل العام هيبقى عامل ازاي، وفي نفس الوقت بيدي لك الكميات المبدئيه. ممكن بتعمل هناك كده وترجع هنا على البرنامج وبتحسب وبتاخد نفس البيانات دي، بتجي لك البيانات هنا بشكل سيفل وبتتعامل معاها. او انت ممكن تعمل الكلام ده في السيفل. على سبيل المثال انت هتعمل دلوقتي مثلا المسار بتاعك وتبتدي تعمل اسمبلي او قطاع. حلو. وتعمل كوريدور. المسار اللي قدامنا ده كميه ردم كبيره جدا.
مثلا في المنطقه دي هتلاقي كميه رقم كبيره، واخد بالك؟ ممكن ما الاقي يعني هيبقى صعب، فانا ممكن لو نزلت البروفايل شويه يعني هقلل الردم وازود يعني اخلي فيه تناسب ما بين الخطر والردم. بص هي برضه هي الفكره كلها ان انت بدل ما انا ممكن اهرب من الجزئيه دي، لا والله انا ممكن اغير حاجه في المسار نفسه، اجي مثلا في اتجاه المسار نفسه لو في امكانيه ان انا اروح في مكان تاني، ساعتها ممكن يظهر لي الارض طبيعيه بشكل مختلف، واخد بالك؟ يعني مثلا لو جيت ناحيه الجبل شويه هنا، هل هيختلف الارض طبيعيه؟ والله اختلفت شويه كميه الحفره او كميه الردم هتقل وهكذا، واخد بالك؟ فانت البرنامج هي الحلو في البرنامج عن اللاند ان هو ايه، انت على سبيل المثال انت عملت التصميم الاساسي الاولي، وبعدين عملت بروفايل تصميمي وعملت قطاع وقلت له اعمل لي كوريدور اللي هو الشكل الرئيسي بتاع الطريق، فبيطلع لك الطريق حلو، وفي نفس الوقت بنحسب الكميات وطلع جدول الكميات معاك، تمام؟ اي تغيير انت هتعمله في التصميم سواء تغيرت مكان الالاينمنت او غيرت البروفايل اللي عندك هنا، مباشره هيسمع في الكميات مباشره. فطبعا الكلام ده ما كانش موجود في اللاند، هيعدل لك طبعا في الكميات ويعدل لك في شكل الكوريدور بتاعك وشكل السطح النهائي وكل شيء. فده الحلو اللي ممكن الى حد ما يكون عمليه سيمي اوتوماتيك، اللي انت هتعدل بايدك، ولكن هو الراجل هيغير لك كل حاجه تابعه ليها، كميات، شكل قطاعات، يعني شكل كل شيء. الحسابات اسرع من ما كنا بنحسبها بالظبط. الاول في اللاند لا، انت كنت بتخلص عدلت البروفايل، طب روح عدل لي مش عارف عدل لي سطح ايه، لا روح عدل لي ايه، روح عدل لي ايه في الاخر عشان يديك الكميات. لكن البرنامج هنا لا، مجرد ما تغير تغيير واحد هيغير لك في كل، سواء انت عملته ريبيلد اوتوماتيك او بالمانوال، على طول بيطلع لك البيانات بتاعتك مباشره موقفيه. فده اللي يعتبر السيمي اوتوماتيك، يعني اللي هو قريب من اوتوماتيك. وده نفس اللي بيعمله مين؟ نفس اللي بيعمله برضو الانفرا ووركس، ولكن الانفرا بيجيب لك بقى شكل الطريق عامل ازاي فعليا، يعني بيجيب لك الاسفلت شكله ايه والميول الجانبيه شكلها ايه مع الارض، مع شكل الارض الطبيعيه، مع لوحه الجوجل طبعا، سوري جوجل بالظبط، 3D على طول. ويفضل انت يعني يتفرج على الدوره، محمد عبد العزيز عامل دوره بسيطه كده عن الانفرا ووركس، في ناس كتير صراحه عامله دورات حلوه دلوقتي. حاضر هكتبه لكم ان شاء الله، حاضر هكتبه لكم في نفس الملف اللي على احنا بهدلنا بصراحه الطرق، اولا في الطرق الصحراويه زي الواحات الخارجه والداخله في كثبان رمليه متحركه، يعني انت لو حركت طريقه ممكن تيجي في مسار كثبان رمليه. هي نفس المشكله موجوده هنا على طريق الدمام، بس يعني انا طريق رياض الدمام دايما لما بطلع الدمام بشوف ان الرمله بسم الله ما شاء الله معدات شغاله هناك ما بتوقفش طول اليوم، عمالين تكسيح للرمله دي، لان الرمله طبعا الرمله بتمشي بتمشي وتدخل على الطريق. طبعا ده دايما بتشوف صور في دبي وابو ظبي نفس الحكايه، ده ما حضرتك قلت برضه في الجبال، لو انا جيت اتحرك شويه الاقي نفسي دخلت في مقر سيل او في منطقه صخريه. ما هي الفكره هي اللي هينفعك في السيفل، انا هتاخد بس الاوبشن بتاع اللي هو الايه الابديت الاوتوماتيك، ان هو مجرد ما انت هتعدي حته قد كده يسمع لك في بالظبط، عدلك في كل حاجه، كميات، قطاعات، شكل الطريق، بروفايلات، كل شيء، واخد بالك؟ فدي الحلوه اللي مش موجوده مثلا في اللاند، ولكن ان انت تدي له الارض وتقول له اديني مسار ما بين النقطه دي والنقطه دي، يقول لك لا ما اديني شويه نقط تساعدني. زي ما قلنا حتى في الالاينمنت، لما انت بتيجي تعمل الاينمنت في حاجه اسمها الكرييت بيست فيت الاينمنت، اللي هو ايه؟ اديني اللي هو انت هتدي له شويه نقاط، تقول له بص احتفظ مثلا او احترم الكام نقطه دول، فهو هيعمل لك مسار ويحترم لك الكام نقطه اللي انت اخترتهم. واخد بالك؟ يبقى كده هو الراجل ايه برضه؟ يعني سيمي اوتوماتيك، نفس الشيء سيمي اوتوماتيك. انا فكرت ان انا ادي له الالاينمنت زي ما حضرتك قلت كده، والديزاين كرايتيريا بتاع الميول، وبعدين ادي له كمان الاتجاهات الشبكيه، وهو اسم المسار ده يعني طبعا مش موجود. لا لا لا، بص هو في جميع الحالات لو مسار زي ما انت شايف قائمه الاينمنت هتلاقي حاجه اسمها كرييت بيست فيت الاينمنت، مجرد ما تضغط عليها هو الراجل بيطلع لك ويندو ويقول لك انت عايز الانبوت ايه، الداتا ايه، لان هو مش عارف انت عايز ايه بالظبط، او مش عارف انت عايز تمشي فين، انت عايز تحفر ولا عايز تردم ولا عايز تعمل ايه. فلا بتدي له العناصر اللي هو يمشي عليها، ساعتها هتدي له مثلا والله عنصر هنا، هتدي له نقطه هنا، نقطه هنا، نقطه هنا. ليه؟ النقاط الحكم، لان هو ممكن يعمل لك على سبيل المثال ممكن يعمل لك مسار يدخلك في الجبل، يقول لك والله ده المسار اللي انا شفته كويس مثلا. ممكن يعمل لك مسار يدخلك في بيوت وانت رافع مثلا بيوت، واخد بالك؟ فلازم بتدي له تقول له لا امشي لي مثلا على شويه النقاط دي، فهو بيعمل لك بيست فيت اقرب حاجه تقدر تمشي مع المسار اللي انت اخترته. وهل ممكن اصدر منه من السيفل للبيم؟ يعني كله خلاص. بص هو دلوقتي عند حضرتك، بص ادي الانفرا ووركس، انت بتصدر لان الفكره السيفل بيدي ملفات، لو انت عملت الاوت بوت هنا عندك ملفات بتروح في كذا مكان، ممكن تروح XML ده بيتشاف في برامج تانية،
ارك جي اي اس عندك في بتودي طبعا الانفرا ليها تاب لوحدها هنا ادي الانفرا وركس ليها تاب لوحدها بتبعت وتجيب يعني ان واوت اهو اكسبورت وامبورت رايح جاي يعني لو عندي فايل سيفل اصدره للانفرا واشتغل عليه بالظبط كده وتشتغل لو عندك ملف ريفت تصدره للانفرا وتشتغل عليه هناك وتبص عليه هناك بحيث انت تعمل المباني في الانفرا يعني كله الانفرا يجمع لك كل شيء ان شاء الله عاوز اوريه الكلاينت بقى بالنظام الجيف اوريه له السي دي بي واشوف الطريق هيبقى عامل ازاي الانفرا الانفرا طال عمرك الانفرا هيخلصها من كل حاجه لان بص دلوقتي احنا لو انت عملت الكوردون العادي هنا ابص انا كده هعمل لك لينك للكورس ده ولينك للكورس تاني مش كورس تاني يعني مجموعه ملفات فيديوهات حلوه عن الانفرا والسيفل اللي انت بعد ما تعمل الكوريدور بتاعك هنا تمام بتبعته للانفرا هو بيشوف لك بقى كل حاجه بالعناصر بتاعتها بالطريق بتاعها او بالعكس انت بتخلص في الانفرا وترجع تجيبه للسيفل دي شرحها محمد عبد العظيم بالمناسبه دي معلش اخد من وقتك يعني ثانيتين معلومه لنا كلنا وللزملاء انا لسه عارف حديثا يعني كنا يعني كان بيتعمل طريق في سينا بين منطقه جبليه طبعا عشان تتمشى في منطقه جبليه لوحدك هتوه يعني لو معاك ايه حتى الشبكه تبقى ضعيفه هناك فالراجل اللي هو العرباوي اللي هو الدليل الجايد بتاعك الدليل الجايد ده بيعرف يمشي ازاي فقلنا له قال لنا معلومتين مهمين جدا كانت تكمل طريق في جبل اولا تطلع على نقطه وبص هتقدر تختار انسب طريق ثانيا وهقولك على طريقه سهله هم بقى عرب يعني قال لك سيب الدابه تمشي لوحدها يعني الجمل نفسه بيختار احسن طريق تخيل بقى الحاجه سبحان الله عشان ما يتعبش ما يتعبش فبيختار اسهل طريق بالنسبه له يمشي فيه بيختار اسهل ماشي ورا الطريق اللي الجمل هيمشي فيه واعمل عليه الطريق المحور بتاعك هيبدا نفس الطريق يعني حاجه كنت مستغرب لها جدا لا والله بص هي الصحراء دي ليها ناسها وليها دنيتها صحيح انا جربتها في سانت كاترين لما كنا بنيجي نطلع جبل موسى تركب الجبل تلاقيه مشي لوحده بالليل يعني الساعة كنا ماشي من الساعة واحدة لحد الفجر الجمل ياخد الطريق دهوت تبص تلاقيه ماشي لوحده ويقول لك ما تنورش الكشاف حتى هو عارف سبحان الله وبيمشي في أنسب طريق وأقصر طريق وأسهل طريق ما يتعبوش ما يمشيش في ميول ستيب ولا لا بيمشي في أنسب طريق فعلا فأنا فعلا استغربت إن الدابة ربنا عملها غريبة تعرف انسى الطريق واحنا بنختار برضو اجهزه ولسه ما وصلناش للفكر ده. وبشكر استماعكم وبنشكرك مره ثانيه. تسلم يا بيه تسلم الله يعزك يا رب تسلم. الله يخليك اتفضل يا فندم. اتفضل نكمل يا باشمهندس. طيب. احنا زي ما قلنا خلصنا كده البروفايلات بنيجي على العنصر الجديد اللي معانا اللي موجود وهو الاسمبلي والسب اسمبلي. زي ما احنا عارفين الطرق لما اتكلمنا في الاول خالص احنا عندنا مجموعه عناصر اول عنصر كان الالايمنت اللي هو مسار الطريق ثاني عنصر اللي هو كان البروفايل اللي هو سوري اللي هو المناسيب الطريق العنصر الثالث اللي هو الاسمبلي اللي هو ايه الاسمبلي لو جينا هنا نعمل بس ويندو جديده الاسمبلي دي ما يعرف في البرنامج بتعرف باسم اسمبلي ولكن هي فعليا في الدرج بتاعنا اللي هو القطاع التصميمي للطريق او القطاع اللي هو بيمثل شكل الطريق بتاعنا سواء طبقات سواء مثلا عناصر زي مثلا الكربستون اللي هو الارصفه وما الى ذلك الميول الجانبيه وما الى ذلك دي بتتسمى حاجه اسمها الاسمبلي والسب اسمبلي الاسمبلي اللي هي نقطه التجميع لان الفكره كلها انت بيبقى عندك نقطه تجميع اللي هي زي دي اللي هنسميها اللي هي الاسمبلي دي تمام بتقول له كرييت اسمبلي هي ما فيهاش تفاصيل ولا حاجه على سبيل المثال هنسميها مثلا ايه تايب 1 يبقى ده كده تايب 1 وبقول له اوكي وبنزل النقطه هي عباره زي ما انتم شايفين نقطه فقط ما فيهاش اي تفاصيل مبدئيه انت بقى بتنقي من انا بسميه سوبر ماركت هنا بتنقي سوبر ماركت اللي موجود في السيفل انت عاوز ايه في القطاع بتاعك القطاع بتاعك يمثله ايه انا والله القطاع بتاعي عايز مثلا حارتين يمين وعايز حارتين شمال وعايز رصيف مثلا وعايز بعد كده ميول جانبيه على سبيل المثال الفكره كلها ان انت بتفتح بقى السوبر ماركت اللي موجود عندك في الجهاز وتبتدي تختار منه ايه فين السوبر ماركت ده مجرد ما انت بتيجي هنا واللي هو لحظه واحده بس افتكر هو اني واحده التول باليت كنترول 3 اللي هي اني واحده اللي هي دي تقريبا
ايوه لا ده الكوماند لاين برضه. اسمها التول باليت اللي هي دي تول باليتس بجيبها منين؟ بتضغط على كنترول وثلاثة تقريبا انت لو ضغطت هنا برضو تطلع معاك هي نفسها اللي هي دي التول باليت الايقونه دي، او انت بتضغط على كنترول وثلاثة بتجي لك التول باليت دي. زي ما انتم شايفين هنا على اليمين مكتوب لك حاجات كتير قوي من اللي موجودين دي. البيزك دي العناصر الاساسيه او الحاجات الاساسيه اللي موجوده فين، اللي موجوده يعني مثلا بيزك كيرب بيزك سايد ووك، ان انت عايز سايد ووك سريعا في سايد ووك موجود هنا. البارير اللي هي مثلا الصبيات الخرسانيه او الحواجز الخرسانيه موجوده برده هنا. وبعدين بيجيب لك كل تفصيله من التفصيلات اللي موجوده عندك. اللين اعتبرها زي ما قلت سوبر ماركت، فسوبر ماركت بيبقى متقسم عناصر، بيقول لك والله مثلا هنا قسم الالبان، هنا قسم اللحوم، هنا قسم الاسماك وما الى ذلك. فهنا بيقول لك والله انت عندك قسم اللينز اللي هي الحارات، عندك انواع كتير من اللينز، قسم الشولدر، قسم الميديان اللي هي الجزر الوسطيه، قسم الكيرب، تمام. الداي لايت ده يقصد بيه الميول الجانبيه للطرق، الميول الجانبيه للطرق اللي هي بتوصلك من الطريق بتاعك للارض الطبيعيه اللي موجوده. الجينيريك دي يعني بحر كبير هنتكلم فيها. الكونديشن دي حالات معينه بنشتغل بيها. وهنا ترنشات، هنا ريتينينج وول، هنا الريهاب، حلو كده اللي هي التعديلات، وفي عندك النيو ريهاب، وفي حاجه ثانيه تقريبا. دي كده المجموعه كلها. الاسامبلز دي لو جينا على الاسامبلز دي عباره عن طرق جاهزه بالكامل، وغالبا دي الكومن اسامبلز اللي هو مين اللي هي مستخدمه عامه. وهنا الانترسكشن اسامبلز، بحيث انت لو هتعمل انترسكشن في البرنامج، البرنامج اوتوماتيك بينزل لك الايه الشكل الايه شكل القطاعات اللي او سوري شكل القطاع التصميمي اللي عندك. طيب عشان نفهم قبل ما نبتدي ندخل في التفاصيل دي، انا عايز افهمكم بس ايه فكره الاسامبل نفسه. على سبيل المثال انا هعمل حاجه بسيطه كده اللي هي دايره نص قطرها متر مثلا، تمام. دي هنا في البرنامج لو انا عملت سوري خدت كوبي من دي مثلا على كده، تمام. في البرنامج اي اسامبلي ايا كان شكله هو عباره عن ثلاث حاجات، عباره عن حاجه اسمها بوينت، وحاجه اسمها لينك، وحاجه اسمها شيب. البوينت زي ما احنا شايفين بتبقى بشكل غالبا بتبقى بالشكل اللي هو شكل دايره كده. لو انا وصلت ما بين النقطه دي والنقطه دي او الدايره دي والدايره دي، هفتح هنا السنتر استاذنكم، اهي ما بين النقطه دي وما بين النقطه دي بقى عندي خط، الخط ده يسمى لينك. لو انا كتبت هنا واحد يبقى انا كده عندي اللي في النص ده اسمه لينك، تمام، اللي هو مين؟ اللي هو الخط الواصل ما بين النقطه الاولى والنقطه الثانيه، تمام. وفي نفس الوقت عندي حاجه اسمها ايه؟ اسمها بوينت اللي هي دي، سوري بوينت، معلش سامحني ما لحقتش اعمل حاجه باوربوينت فهنعملها واحنا قاعدين كده. يبقى انا عندي حاجه اسمها البوينت، ولو انا وصلت ولو عندي نقطه ثانيه بوينت ثانيه، تمام، وصلت ما بين الاثنين بخط، يبقى الخط ده اسمه ايه؟ الخط ده اسمه لينك، تمام. ولو انا كررت المجموعه دي على سبيل المثال هقول له كوبي ماشي، وقفلت ما بينهم زي ما احنا شايفين كده بنفس الشكل ده كده، يبقى انا عندي كام لينك دلوقتي؟ عندي كده اربعه بوينت اللي هم اللي في الكورنرز، تمام، وعندي اربع لينكات. ادي كوبي هنا في نفس الوقت كوبي هنا وكوبي الاخير هنا، يبقى انا عندي اربع نقاط وصلت ما بينهم اربع خطوط، اتكون لي الشكل اللي هو مين؟ الشكل اللي مقفول ده، تمام كده؟ اللي هو اللي اسمه ايه؟ اللي هو جوين، حلو كده. بقى ده شكل عباره عن شكل مقفول، ده اسمه شيب، ده اسمه ايه؟ اسمه شيب، تمام؟ يبقى كده اي شكل هيظهر معانا بعد كده لازم هيتكون من التلات حاجات دول. ادي شيب. لو هو هيبقى شكل مقفول يبقى لازم يبقى مقفول بالشكل اللي احنا شايفينه ده، عباره عن مجموعه بوينتس في الكورنرز واللينك بتاعنا اللي هي الخطوط الواصله ما بينهم، وبيتقفل بشكل جوه اسمه الشكل اللي هو ايه؟ اللي هو الشيب. طيب ده كده اساس كل ايه؟ اساس كل عنصر من عناصر السوبر ماركت اللي ايه؟ اللي معانا اللي هم العناصر دي. على سبيل المثال انا هبتدي اخد بس حاجه اسمها بيزك لين وهنزلها في القطاع بتاعي، تمام؟ القطاع بتاعي بسم الله حاجه زي كده، تمام؟ وهقفل دي وهقفل دي. انا كده نزلت لين اللي هي حاره، لو ضغطت عليها يقول لي دي اسمها بيزك لين. لو شفناها هنلاقي بص في عندي هنا ادي الدايره الاولى هنا والدايره الثانيه هنا والدايره الثالثه هنا والدايره الرابعه اللي هي ايه؟ اللي هو رابط بالفعل عليها فين؟ في القطاع بتاعي. لو انا ضغطت عليها سوري ان انا ضغطت على كنترول 3 تاني اللي هي البيزك لين دي، هعمل كليك يمين عليها وبقول له هيلب، وبقول له ايه الهيلب؟ وده افضل حد يشرح لكم السب اسمبلز. لو نزلنا تحت شويه كده اهو زي ما انتم شايفين قال لي والله انت عندك حاجه اسمها بوينت 1
بوينت 2 بوينت 3 بوينت 4 يبقى كده 4 بوينتس وعندك ال1 ال2 ال3 ال4 اللي هم 4 لينكات والاس اللي هو الشيب يبقى كده البوينت بيرمز ليها بحرف البي واللينك بيرمز بيها بحرف ال والشيب بيرمز بيها بحرف الايه بحرف الاس ده كده شكل كل عنصر من العناصر اللي موجوده اللهم الا ساعات بيكون حاجات عباره عن لينكات زي اللي موجوده مثلا في الجينيريك هنا بيبقى عباره عن لينك اللينك ده بيبقى عباره عن نقطتين ونقطتين وما بينهم خط وساعات ماركر بوينت هي بتبقى عباره عن نقطه لوحدها بدون اي شيب بدون اي لينك تمام كده يبقى ايا كان العنصر اللي عندك مهما كان شكله وعامل ايه هو عباره عن مجموعه نقاط ومجموعه خطوط واصله ما بينها وشكل مقفول في حاله الاول وشكل مقفول تمام كده عشان بس نسهل العمليه شويه احنا عندنا في الـ في الـ في الـ في السيفل 3 دي عندنا ثلاثه اوبشن الاوبشن الاول اللي انت بتختار السب اسيمبلز بتاعتك اللي دي طبعا بتسمى سب اسيمبلز اللي موجوده هنا دي عباره عن سب اسيمبلي اما النقطه دي نقطه اسيمبلي يعني ايه اسيمبلي يعني نقطه تجميع يبقى السب اسيمبلز اللي انا هجمع القطع المنفرده دي جوه نقطه تجميع واحده كانها لو انت ماشي في السوبر ماركت بتبقى معاك العربيه بتاعت السوبر ماركت بتاعتك دي عربيه التجميع بتاعتك اللي اسمها الاسمبلي تمام كده بتجمع فيها والله بتجيب نص كيلو حليب بتجيب ربع كيلو جبنه بتجيب مش عارف ايه بتجيب حاجات مختلفه من كل مكان فانت بتجمع كله فين بيتجمع فين في العربيه بتاعتك دي فتعتبر دايما ايه تعتبر ان عربيه التسوق بتاعتك هي النقطه دي وهتتسوق من السوبر ماركت اللي موجود قدام منك يبقى انا كده عندي رقم واحد عندي حاجات انا ممكن اجيبها من السوبر ماركت بتبقى جاهزه وكل حاجه من الحاجات دي تعمل عليها كليك يمين وتبتدي تقول الهلب بتاعها بيشرحها لك بالتفصيل بيشرح كل حته في التفصيل تمام كده بيشرح لك الانبوت باراميترز يعني ايه الانبوت باراميترز دلوقتي الشكل اللي انا نزلته ده هل ينفع اعدل في عرضه اه ممكن تعدل في عرضه هل ينفع ان انا اخليه مره على اليمين ومره على الشمال ينفع اعرف منين من الانبوت باراميترز طول ما هي موجوده هنا زي ما شايفين الويدز يبقى انا هعرف اعدله لو الحاجه اللي انت قصدك عليها مش موجوده هنا يبقى مش هتعرف تعدلها تمام كده لو انا عايز مثلا فرضا يعني عايز ايا كان يعني عايز الغي الشيب اللي جواها لا مش موجود ايه دي جايب الشيب بتاعها عايز الغي الشيب ده موجود عادي مختلف تاني عايز تعمل اي بارامترز تاني مش موجود معاها يبقى مش مكانها فهنا بيجيب لك كل عنصر العنصر دوت هتقدر تتعمل فيه ايه بالظبط يعني بص بيقول لك الاتاتشمنت نقطه الاتاتشمنت او نقطه الوصل بتاعتها بتبقى فوق على اليسار هنا كده في حاله على الرايت وعلى اليمين بتبقى في حاله ايه ده على اليمين وعلى الشمال برضو تبقى نفس النقطه اللي هنا لو السنتر لاين هنا هتبقى نفس النقطه اللي ايه اللي موجوده هنا تمام وبعدين دي البارامترز اللي انا ممكن اعدل يعني انا ممكن ادي له سمك هو زي ما انتم شايفين هنا قال لي السايد يبقى انا ممكن احدد له يمين او شمال الويدز اللي هو العرض بتاعي السلوب ممكن اعمل سلوب ما فيش مشكله واغير يعني السلوب بدي له الديفولت او بدي له سلوب متغير وهنشوف السلوب المتغير بيجي منين تمام عندي هنا الديبث اللي هو البيف 1 والبيف 2 والبيز والسبيز ممكن ادي له الايه السمكات بتاعتها ولكن هو البرنامج لما بينزل او القطعه لما بتنزل على الاسمبلي بتنزل مباشره بالديفولت اللي موجود زي ما انتم شايفين في هنا ديفولت انت تقدر تعدله زي ما انت عاوز تمام هل بيقبل سوبر الفيجن اه بيقبل هنا يوز سوبر الفيجن يعني معناها ان هو بيقبل سوبر الفيجن هعرفكم ازاي تعرفوا ان هي بتقبل ولا ما بتقبلش تمام كده سلوب دايركشن نفس الشيء بيفوت بوينت ومجموعه التفاصيل زي ما شايفين الانسرت بوينت كود الانسايد بوينت كود والاوتسايد بوينت كود وهنعرف ايه الاكواد دلوقتي بقى انا كده عرفت ان اللين بتاعتي دي الانبوت البارامترز بتاعتها اللي انا ممكن ادخلها لها ايه طبعا ممكن اعدلها لها في اي وقت تمام نفس الشيء عندي هنا التارجت باراميترز هل الحاجه دي تاخد تارجتس ولا لا يعني ايه تارجتس عشان هنعرف طبعا بالتفصيل اثناء الايه اثناء الكوريدور التارجتس دي عباره عن تارجت اللي هو زي الهدف او يعني ايه او بيسموه ايه التارجت في الحاله بتاعتنا دي مثلا هدف معين العنصر بتاعي هيتغير على اساسه بمعنى ايه انا عندي مثلا طريق عرضه متغير ساعات بيبقى متر ساعات بيبقى 5 متر ساعات بيبقى 10 متر ساعات بيرجع تاني متر فهل انا محتاج مثلا لما تكون الطريق عرضه 5 متر وهيبقى الطريق بعد كده 10 متر هل انا محتاج اعمل كذا قطاع على الموضوع ده عشان اعمل قطاعات حتى متغيره بينيه مثلا كل 6 او 7 او 5 متر وهكذا لا هو نفس القطاع واحد بس اللي هي مثلا لو عندي حاره يمين وحاره شمال انا مش محتاج اعمل كذا قطاع مثلا مره قطاع على عرض 10 متر ومره قطاع على 5 متر لا انا مش محتاج هو نفس القطاع الواحد او الاسمبلي الواحد اللي انا هعمله ولكن كل ما هنالك ان انا هحدد له منطقه هيوسع فيها الطريق طول ما هو هيوسع الطريق بتاعي يبقى هو هيحترم حاجه معينه الحاجه دي بتختلف يا اما ممكن تبقى بولي لاين ممكن تكون فيتشر لاين زي ما هو كاتب لك هنا الاينمنت بولي لاين فيتشر لاين او سيرفي فيجرز تمام يبقى هو انت عايز تعرف العنصر بتاعك ده بيقبل التغير سواء التغير الافقي
في حاله اللي هو العرض او التغير الراسي في حاله اللي هو الاليفيشن كده هل بيقبل ولا لا. بتيجي في التارجت باراميترز بتاعتها بيقبل اه يقول لك والله اللين ويدز يبقى هيتغير معاك اهو مي يوز تو اوفر رايد ذا فيكسد لين ويدز. يعني ايه؟ انت ممكن تستخدمه بحيث تعدل الايه الديفولت او العرض الايه الثابت اللي عندك. ونفس الشيء عندك الاوتسايد اليفيجنز يعني انا هيغير مناسيب الخارج هيغير مناسيب من الخارج لان من الداخل مثلا هيبقى مرتبط بمين بالعنصر اللي جنبه او مرتبط بالايه بالسنتر لاين اللي موجود على حسب حاله القطاع اللي عندك. تمام يبقى هنا قبل معايا ان انا اعمل له متغيرات معينه وفي نفس الوقت قبل معايا ان انا اديله تارجتس معينه تمام والمخرجات بتاعته هيطلع لي العرض والسلوب دي كده المخرجات اللي بتطلع. تمام ولو جينا هنا بقى هنلاقي ان كل نقطه البرنامج لما بنيجي في الاسمبليز او السب اسمبليز اللي احنا شايفينها دي كل نقطه هو مش بيسميها بي 1 وبي 2 وخلاص لا بيديها حاجه كمان اسمها كود. كل نقطه ليها كود زي ما انتم شايفين كراون يعني النقطه دي اللي هي نقطه ايه ناحيه السنتر لاين او نقطه السنتر لاين. الاي تي دبليو اللي هي الايدج اوف ترافل واي او نهايه الايدج بتاعه الطريق مثلا تمام كده. ونفس الشيء نقطه الجراوند دي مره بتجيبها على البيف ومره بيجيبها على البيف 2 ومره بيجيبها على البيز لان احنا في حاله دي مثلا ثواني عشان احنا فاتحين هنا دي هنا البيزك انا هلغي البيزك انا عايز اللين او ار دي وهحطها هنا تمام زي ما انتم شايفين انا عندي هنا كم حاره كم سوري كم سمك انا عندي اللي هي اللاير الاولى اللي فوق وبعدين اللاير الثانيه واللاير الثالثه واللاير الرابعه وهو البرنامج عاطيني كل واحده بلون مختلف لان هو عاطي كود لكل واحده فكل كود بيجي بلون مختلف. نفس الشيء عندي كل نقطه من النقاط دي بتجيلي وليها مسمى معين لو انت وقفت عليها بيقول لك والله النقطه دي اهي البوينت كود اي تي دبليو بيحدد لك النقطه بتاعتك دي اسمها ايه. لو انا جيت مثلا على نقطه تانية هنا كده بيقول لي النقطه دي اسمها اي تي دبليو بيز. يعني ايه بيز؟ يعني النقطه بتاعت البيز لان عندي دي اي تي دبليو اللي فوق وبعدين دي البيف 1 وبعدين اللي تحتيها دي البيف 2 وبعدين دي اللي هي البيز تمام كده واخر واحده ثانيه الاخيره خالص اللي بتبقى مين السب اللي هي نقطه ايه السب جريد تمام كده. فهو كل نقطه عطيها كود وفي نفس الوقت عطيها لون بحيث لو هي مثلا شيب زي ما احنا شايفين وفي نفس الوقت ايه لو انا جيت على اللي هي كنترول 3 وجيت هنا اللي هي اللين او ار اللي انا بختارها دي وقلت له الهيلب كل التفاصيل دي موجوده فين؟ موجوده هنا اهو. يبقى انا عرفت ان كل نقطه ليها كود معين وبستخدمه في الكود ده في حاله لو انا عايز استخرج بيانات للعناصر دي بعد كده او انا عايز اعمل اسطح بناء على نقاط معينه فانا بستخدم الاكواد دي. فالكود بتاعي مثلا انا حبيت اطلع بعد ما خلصت المشروع مثلا عايز اطلع نقاط الاسفلت يمين وشمال فبحتاج ان انا اخد النقطتين اللي فوق اللي هي على الاسفلت من فوق من هنا وعلى الاسفلت من فوق من الناحيه الثانيه اللي هي هنا تمام كده اهي النقطه مثلا اللي هنا دي والنقطه اللي هنا دي. طيب النقطه دي اسمها ايه والنقطه دي اسمها ايه ترجع على طول للشكل بتاعك لو انت مش عارف انت بتيجي على الاسمبلي هنا وبتبتدي تقف هنا بيقول لك والله النقطه دي اسمها اي تي دبليو تمام وعندك النقطه اللي هنا دي بتبقى اسمها كراون. يبقى انا هختار النقطتين دول اثناء ما انا بخرج الايه الداتا بتاعتي. حبيت تعرف تفاصيل اكتر بترجع لمين زي ما احنا عملنا كده اللي هو كنترول وثلاثة وبتيجي على الحاره بتاعتك وبتقول له الهلب بتاعها بيجيب لك التفاصيل بتاعتها اهي النقطه واحد فين واثنين فين انزل تحت شويه هيجيب لك الشكل اهو. يبقى انا عايز النقطه اللي فوق رقم واحد والنقطه هنا رقم اثنين طب دول الكود بتاعهم ايه ترجع هنا النقطه رقم واحد الكود بتاعها ايه النقطه رقم اثنين الكود بتاعها ايه وتبتدي تخرجهم اثناء عمليه ايه الاستخراج بتاعتك. طب انا عايز اعمل سطح البوتوم بتاعي انا عندي هنا اللينك اللي تحت ده اسمه ايه ال 5 نرجع ل ال 5 كده اه والله اسمه يا اما سب بيز يا اما اسمه ايه اسمه ديتم تمام كده بحيث ان انا هعمل منه مثلا ايه منسوب البوتوم. طب انا حبيت اعمل منسوب التوب يبقى ال كام ال 1 ال 1 ده اسمه توب او اسمه ايه او اسمه بيف تمام. يبقى كل عنصر من العناصر ابتدي اعرف مباشره من التفاصيل بتاعته فين من الكليك يمين وتقول له الهلب. انا في رايي ده احسن مثال لان احيانا بتحط حاره ما جابتش معاك النتيجه او بتحط عنصر معين مش دي النتيجه اللي انت عايزها بتلغيها وبتشوف عنصر تاني موجود معاك ممكن ايه ممكن ينفع معاك تمام. فكل عنصر من العناصر اللي موجوده دي لازم تعرف اذا كان هيظبط معاك ولا لا كليك يمينه وبتقول له البروبرتيز بتاعته. بس مثلا على سبيل المثال اللينز الحارات اللي احنا واقفين فيها هل بتعرف منين على طول بيقبله السوبر او مش سوبر؟ بتلاقي كلمه سوبر موجوده ادي كلمه سوبر يعني سوبر موجوده تمام كده هنا بيقبل سوبر هنا بيقبل سوبر 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 سوبر. طب الحاجات اللي مش بتقبل اعمل كليك يمين عليها وبتقول له هيلب وتبتدي تشوف هل بيقبل ولا لا. تنزل هنا كده ادي الانبوت باراميترز دي المتغيرات بتاعتها والتارجتس بيقبل معاك ولا لا. نفس الوقت هنا تبص كده هل في يوز سوبر ولا لا. انا بيقول لك يوزر سبيسيفيك تو يوز سوبر ليفيجن ديفاين ترافل ليست
نو سوبر اه بيقبل السوبر وادي الليست اوف اوبشنز، ليست اوف اوبشنز دي الاوبشنز اللي عندك. نو no يعني ما فيهوش سوبر، ممكن تعملها على اساس ان هي اوت سايد لين، تعملها انسايد لين، اوت سايد شولدر، انسايد شولدر، وما هكذا. تمام كده؟ يبقى انت عندك ممكن تعرف اللين بتاعتك او الحاره بتاعتك دي تقبل ولا ما تقبلش من خلال ان انت تعمل كليك يمين وتقول له هيلب، بيجيب لك كل التفاصيل عنها. طبعا عندنا حالات كتيره قوي سواء اللين او الشولدرز او الميديان او الكيرف، كل ده حاجات ايه، حاجات موجوده تقدر تعدل فيها وتقدر تغير الشكل بتاعها بحيث يناسب العناصر الطريق اللي موجوده ايه، اللي موجوده عندك. زائد زي ما احنا شفنا هنا مثلا عندي اسمبلي جاهز هنا، هبتدي مثلا انزل اسمبلي اللي هو مثلا برايمري رود فول سيكشن اللي هي مثلا ده كده، بحيث نشوفه هو عامل ايه، عامل ازاي. طيب طبعا ده هنا التاب ده بيطلع لك انفورميشن اللي انت ايه عملت بيانات موجوده، بس ايه موجوده معاك في الرسمه، بتقول له كلير ومفيش مشكله طول ما هو مش ايرور ما تخافش منه. طيب هنا مثلا على سبيل المثال هو عامل حاره هنا وعامل حاره ثانيه، تمام كده، يبقى حاره يمين وحاره شمال، وعامل هنا حاجه اسمها الكيربان جتر اللي هو الايه اربان كيربان جتر دوت اللي هو الكيربستون. طبعا الكيربستون احنا عندنا بيبقى غالبا في طبعا اماكن بيبقى بنفس الشكل ده، وفي اماكن بيبقى بشكل ثاني، ما فيش مشكله انت بتقدر تعدل الشكل ده بحيث يناسب الشكل بتاعك اللي انت عايزه. نفس الوقت عندك حاجه اسمها هنا الدي لايت، الدي لايت دي قصده بيها الميول الجانبيه من السطح التصميمي بتاعك هنا لحد ما يقابل الارض الطبيعيه. يعني لو عندك ارض طبيعيه على سبيل المثال ماشيه كده مثلا، تمام كده، هو هيمشي وعامله مثلا كده، يبقى هو هينزل بالميل بتاعه لحد الارض الطبيعيه هنا، وينزل بالميل بتاعه لحد مين، لحد الارض الطبيعيه هنا. تمام، يبقى الدي لايت قصده الميول الجانبيه بتاعت مين، بتاعت الطريق يمين وشمال. طبعا الميول الجانبيه دي في برضه ليست كبيره لو احنا جينا عليها اللي اسمها الدي لايت، زي ما انتم شايفين ليست كبيره جدا خاصه بالموضوع ده. هل انت عايز تعمل دي لايت عادي ده اللي هو بيبقى جنرال، هل عايز تعمله بالبنش اللي هو تعملها بشكل بنشات، لو انا ضغطت عليه كليك يمين وقلت له هيلب، تمام، وجينا في الشكل بتاعه اهو ده زي ما انتم شايفين هو عباره عن ايه، بنشات، سواء في حاله القطع او في حاله مين، او في حاله الردم زي ما احنا شايفين. طب المتغيرات اللي بتعملها ايه؟ طبعا دي المتغيرات الاساسيه اللي بتقدر ايه تعدل فيها، ودي الاوت بوت الحاجه اللي هتطلع لك ايه من الموقف بتاعك، وكل نقطه من النقاط طبعا ليها ايه، ليها كود زي ما انتم ايه، زي ما انتم شايفين. تمام، يبقى كده كل عنصر من العناصر افضل مكان اللي هيفيدكم كله عمليه الايه، عمليه الهلب. وفي نفس الوقت تنزلها على الرسمه، جابت النتيجه بتاعتك، جابتها، ما جابتش بتغير وبتجيب ايه، وتجيب قطعه ثانيه مباشره. من ضمن الحاجات اللي موجوده عندنا هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، احنا كنا عايزين نتكلم في الاسمبلي، انا كاتب معلش ورقه كده. يبقى احنا كده عرفنا ايه هو الاسمبلي وازاي شكله ايه او فكرته ايه بشكل عام، اللي هي الفكره دي اللي هي عباره عن بوينت ولينك وشيب، وكل بوينت بيبقى ليها شكل، ليها لون، ليها كتابه، والشيب سوري واللينك نفس الشيء، ليه كود وليه شكل وليه كتابه، ونفس الشيء بالنسبه لايه، بالنسبه للشيب. الاكواد دي او الاشكال دي بتتحكم فيها منين؟ انت مجرد ما بتنزل الشكل، على سبيل المثال الشكل اللي موجود قدام مني ده، لو انا ضغطت على نقطه الاسمبل اللي هي نقطه التجميع وبقول له والله اديني البروبرتس بتاعتها، فهنا في البروبرتس بيقول لي والله انت الكونستراكشن عمليه بناء القطاع بتاعك عباره عن ايه، لان بناء القطاع في البرنامج بيجيب لك ايه، بيجيب لك التسلسل، عمليه الايه، تسلسل بناء القطاع. يعني هو الاول هيبني مثلا الحاره اللي على اليمين، على سبيل المثال انا هبتدي اعمل نفس الحاره دي، مجرد ما بختارها بيجيب لي طبعا بيقول لي انت الحاره دي اسمها ايه، تمام كده، وفي نفس الوقت بيديني مجموعه اوبشن من ضمنها حاجه اسمها الكوبي والميرور. كوبي لو انا هعمل منها نسخه ثانيه، فهاخد كوبي مثلا واعمل حاره ثانيه جنبها، هختار بس النقطه اللي انا عايز ايه يبقى ملاصقه ليها، يبقى كده انا عندي حارتين هنا على اليمين، والحارتين دول انا عايز ايه اعملهم على الشمال الناحيه الثانيه، فبقول له حاجه اسمها ميرور، تمام، وبقول له النقطه دي، يبقى هيعمل لهم ميرور على النقطه دي، يبقى انا كده عندي حارتين يمين وعندي حارتين شمال. لو انا اخترت العنصر بتاعي او الاسمبلي نقطه التجميع بتاعتي وقلت له اسمبلي، قلت له كونستراكشن، فهنلاقيه هو على اليمين بنى لي حارتين وعلى الشمال بنى لي ايه، بنى لي حارتين. طبعا الترتيب ده بيبقى مهم في حاله لو في حاجات عناصر مرتبطه بعناصر ثانيه، ودي يعني بنشوفها ان شاء الله بعدين. طيب وفي حاجه اسمها هنا الكودز، ايه الكودز دي؟ اللي هي الاشكال او اللي هي ترتيبه الاشكال والالوان اللي موجوده قدام مني دي، هل انا عايزها بالشكل ده ولا باشكال ثانيه؟ ممكن بغير من هنا على سبيل المثال، انا بقول له والله اعمل كل اول كودز نو ديسبلاي، وبقول له ابلاي، زي ما انتم شايفين اختار لي نو، لي انا قلت له نو ديسبلاي، فانا اقول له مثلا ابلاي نو شيدنج، زي ما انتم شايفين جاب لي شكل ثاني مختلف وجاب لي كتابات على الشكل بتاعي. يبقى دي كلها عباره عن مجموعه اكواد بيبتدي ايه، بيبتدي يتعدل عليها. وزي ما قلنا كل عنصر من العناصر دي ممكن تعمل له كتابه، وممكن تعمل له مين، وممكن تعمل له شكل. طب منين الكلام ده؟ تضغط مثلا على كلمه سوري على الايديت ستايل، ده عباره عن ستايل بتعمل له ايديت،
زي ما انتم شايفين انا عندي هنا الكودز مقسم ثلاث التقسيمات اللي هم نفسهم لينك البوينت الشيب. الحاله دي اللينك والله انت عايز انا عايز اظهر كتابات على مثلا التوب الاسفلت فانت بتشوف اللينك بتاعك اسمه ايه شوف بتشوفه منين زي ما قلنا من كنترول واحد كنترول وثلاثة وتقول له الهيلب بتشوف الكود بتاعك اسمه ايه في الحاله دي مثلا في البيف هو والله في البيف هبتدي اضغط له هنا هتلاقي حاجه اسمها الليبل ستايل بتضغط هنا وبتعدل الليبل ستايل زي ما انت ايه زي ما انت عاوز على حسب مين على حسب الحاجه اللي عندك. فاحنا مثلا هنقول له ستيم مثلا جريد وقلت له ابلاي اوكي تمام وبرده بتقول له ابلاي زي ما انت شايفين غير لي الكتابات مباشره على الخط اللي هي الخط العلوي. حلو نفس الشيء بالنسبه للكتابات النقاط اللي هي الراسيه دي تيجي برضو هنا وبتقول له انا عايز اعمل بوينت وبتعدل الستايل بتاع الليبل بتاع البوينت. وهنا ده الستايل النقطه نفسها هي عباره عن دايره مثلا على سبيل المثال في الحاله دي هي شكل مثلا ان هو عاملها بشكل اكس زي ما انتم شايفينها كده نفس الوقت لونها اللون ده يبقى انت ممكن تعدل شكل النقطه نفسها على القطاع والكتابه اللي ايه الكتابه اللي تظهر ايه عليها. طيب ايه فايده بقى الكلام ده كله؟ هي الفكره كلها ان البرنامج بعد كده في المرحله الاخيره اللي هي مرحله اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو الكوريدور بيعمل ايه دلوقتي؟ هو خلاص عمل المسار، عملنا احنا المسار زي ما شايفين مسار الارض مسار الطريق بتاعي وعملنا البروفايل وعملنا مثلا القطاع. فهيبتدي هو يمسك القطاع بتاعه يحط مثلا على سبيل المثال انا قلت له اعمل لي قطاع كل 10 متر فهيبتدي ياخد نفس القطاع بتاعي اللي انا عملته له هيحطه هنا في البدايه مثلا على ستيشن 0 بحيث نقطه الاسمبلي او نقطه التجميع نفسها النقطه الاساسيه اللي في النص دي حلو كده هتبقى هي نفسها نقطه السنتر لاين بتاعتي دي تمام لان هي كل ما هنالك ان هو هياخد لو احنا حتى نزلنا الاسمبلي ده هنا بسم الله الرحمن الرحيم احنا عايزين نعمل اسمبلي كنترول وثلاثة وهننزل اسمبلي اللي هو كامل اللي هو زي ده كده فول اللي هو هنا تمام ماشي شكرا كلير وبقول له اوكي تمام. وهبتدي اعمل حاجه اللي عشان يبان فعاليه الكلام ده كله لازم يفضل ان احنا نعمل كوريدور فهنعمل بس كوريدور سريع عشان نشوف بس ايه الشكل اللي انا عايز اوريه لكم. فمجرد هقول له كوريدور انا هعمل كوريدور فالكوريدور بيسالني على مجموعه حاجات رقم واحد الاسم الكوريدور ايه فمبدئيا هخليه زي ما هو ما فيش مشكله. اللي يهمني هنا البيز لاين بتاعي البيز لاين بتاعي ده يوجد صوت سامعيني يا شباب مش انت سامعين حضرتك طب في حد بيقول لي لا يوجد صوت فانا مستغرب هو بس لا اكيد انت عندك الصوت مقفول ولا حاجه. طيب عندي في الكوريدور اللي هي نقطه منطقه التجميع زي ما قلنا اول حاجه بيقول لي ايه هو الالاينمنت بتاعي. الالاينمنت بتاعي عباره عن المسار بتاعي اللي هو مثلا الرود واحد تمام وعندي البروفايل اللي انا هستخدمه ايه زي ما احنا عملنا كذا بروفايل. في الحاله دي انا هاخد البروفايل التصميمي اللي هو رقم 2 والاسمبلي بتاعي اللي هو شكل القطاع بتاعي ايه اللي انا لسه منزله حاليا دلوقتي اللي هو البرايمري رود تمام كده. وهنا المفروض بحدد له حاجه اسمها التارجتس. التارجتس اللي هي ايه دلوقتي عندي ثلاث انواع من التارجتس هدي له اوكي مبدئيا انا هقول له اوكي على كده وهيبتدي يفتح لي الويندو دي. الويندو دي هي ويندو زي ما بيسموها ايه مركز العمليات او مكتب العمليات بتاع الايه بتاع الكوريدور. حلو هنا بيقول لي المسار اللي انت مختاره الهوريزونتال الاينمنت ايه وهنا الفيرتيكال الاينمنت ايه وهنا الاسمبلي اللي انت مختاره ايه تمام. وبعدين عندي انت بادئ هتبتدي من اول المشروع لحد نهايه المشروع مثلا على سبيل المثال. طبعا نهايه المشروع انا هبتدي مثلا ايه اعمل بس ايه 300 متر كده ولا حاجه تمام على سبيل المثال. طبعا ممكن بتكتب له من هنا مباشره انا هقول له مثلا 300 متر. حلو وهنا الفريكوانسي يعني ايه فريكوانسي يعني دلوقتي هو هياخد القطاع التصميمي ده هيحطه لي على الطريق كل قد ايه. فانت مجرد ممكن بتكتب له قيمه ثابته هنا بحيث ان هو هيطبقها في حاله الخطوط المستقيمه او الكيرفات او ان انت بتحدد له والله تقول له بتضغط على عدد المربع اللي فيه ثلاث نقاط ده وبعدين بتحدد له تقول له والله في حاله الهوريزونتال انا عندي في التانجنت اللي هو الخط المستقيم حط لي مثلا كل 10 متر تمام. في حاله الكيرفات حط لي مثلا كل 5 متر. طبعا بتختلف القيم دي بناء على شكل الكيرف بتاعك هل الكيرف صغير قوي ولا كيرف واسع ولا ايه الكلام او ايه يعني التفاصيل بتاعتك دي بتختلف ايه بتختلف منين. فانت تقدر تعدلها في اي وقت اي تعديلات تقدر تعملها هنا ممكن تعملها في اي وقت مفيش اي مشكله. هنا سبايرال في منطقه لو هي عندك سبايرال هتعملها كل قد ايه مثلا هنقول له كل 5 متر. في نفس الوقت في حاله لو عندك هنا نقطه تغير الجيومتري يعني بدايه الكيرف ونهايه الكيرف نقطه الكريتيكال بوينت بتاعه
بتاعت السوبر الليفيجن بيبتدي يحط لك عليها قطاعات. طبعا الكلام ده كله طول ما هو معمول يس بيدي لك اكيورسي اكتر او دقه اكتر في عمليه مين، في عمليه ال بناء الكوريدور او بناء الطريق بتاعك تمام كده. ولكن احيانا بتبقى بزياده قوي فللاسف بنضطر نقفلها، ولكن عاده بتبقى هي مهمتها ان هي بتزود لك الاكيورسي او الدقه بتاعت الايه بتاعت القطاعات بتاعتك حلو، او بتاعت شكل الطريق بتاعك. فلو انا قلت له اوكي يبقى انا غيرت هنا 10 وهنا 5 وهنا 5، هو حاليا زي ما شايفين مكتوب هنا 20، مجرد ما بقول له اوكي هنلاقي فاريس. فاريس يعني مختلفه، مختلفه معناها ان هي مختلفه ما بين ايه الخط المستقيم وما بين الكيرفات. طيب تاني حاجه عندي هنا اسمها التارجتس. التارجتس دي مهمه جدا، عندنا ثلاث انواع من التارجتس جوه البرنامج او جوه الكوريدور. تارجت سيرفيس وده مهمته ان هي الميول الجانبيه اللي هي نهايه الطريق يمين وشمال واللي هي المفروض هتربط على الارض الطبيعيه، فدي بتحتاج ان هي يكون في ايه في سطح سيرفيس. ساعتها انا بحدد له لو هم نفسهم لو هو نفس السطح هطبقه على كذا تارجت موجود، مجرد ما بضغط هنا وبقول له والله سطح الارض الطبيعيه اللي اسمه الان جي ال وبقول له اوكي. زي ما انتم شايفين هو فعلها لي هنا وفعلها لي هنا. ليه؟ لان انا ممكن فرضا على سبيل المثال هربط على سطحين مختلفين، مثلا ده هنا على الرايت هربط على سطح والليفت هربط على سطح تاني، ما فيش مشكله انت ممكن ايه ممكن تعدلها من هنا. هنا التارجت ويدز اور اوفست يعني ايه اللي هي لو انا الطريق بتاعي هيوسع ويوسع ويضيق مثلا اللي هي الافقي التوسعات الافقيه ببتدي احددها له من هنا، بحيث لو انا مجهز له ايه طبعا التارجت هنخش بيها بالتفاصيل في ايه في الكوريدور بشكل عام. يبقى انا عندي هنا التوسعات الافقيه وهنا السلوب اور اليفيشن تارجتس اللي هي ايه التوسعات الراسيه او الاختلافات الراسيه بحيث لو انا هعمل هرتبط مثلا على سبيل المثال انا عندي زي ما الباشمهندس كان لسه بيتكلم من شويه عنده مجموعه طرق على يمينه مثلا وهو بيصمم الطريق مجموعه طرق لازم يربط عليها، فساعتها بيعملها بشكل 3D بولي لاين وبيجي في التارجتس هنا بيقول له والله احترم المناسيب ايا كان شكلها ايه، فهيحترمها مباشره منين من خلال هنا تمام. ففي الحاله دي بس انا عملت له الان جي ال عشان نشوف ايه ميول الارض الطبيعيه هتبقى عامله ازاي. مجرد ما بقول له هنا اوكي وبرجع اقول له اوكي للبرنامج بيطلع لي الويندو دي. دايما بيقول لك خد بالك اعمل لك ريبيلد اعمل لك بناء للكوريدور بتاعك، فبقول له اوكي وبنتفرج زي ما انتم شايفين حصل ايه الشكل ده. لو انا ضغطت على الشكل ده وقلت له هنا انا عايز الاوبجكت فيور تمام، ونبتدي نشوف ايه اللي حصل معانا هنا. ادي الشكل كده، ده كده شكل الطريق بتاعي بالميول الايه بالميول الجانبيه تمام. ولكن انا مش عايز اشوفه كده، انا عايز اشوفه 3D واير فريم 3D واير فريم تمام، عشان نشوف بالظبط ايه اللي حصل. بصوا يا شباب دلوقتي ده شكل القطاع اللي انا اخترته اهو زي ما انتم شايفين، والسنتر لاين بتاعنا اللي هو ده، فهو حط القطاع في الاول هنا وبعدين بعديها ب 10 متر انا تقريبا 10 متر حط قطاع ثاني وبعديه ب 10 متر حط قطاع ثالث وهكذا 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 تمام. ولو احنا بصينا هنا كده ادي نقطه خط الميل الجانبي واخد من هنا وطلع لحد النقطه دي تمام، والخط الميل الجانبي اللي بعده اخد من هنا وطلع لحد النقطه دي. يبقى هو عامل ايه زي ما انتم شايفين، عامل القطاعات بتاعتي حطها كل 10 متر مثلا، وفي منطقه الكيرفات هيحطها كل 5 متر، ده رقم واحد. رقم اتنين بدا يوصل ما بين النقاط وبعضها، يعني ايه انا عندي نقطه هنا اللي هي ايدج الاسفلت، وزي ما انتم شايفين هتلاقي فيه خط اخضر انا حتى مسكت هنا، ادي الخط الاخضر ده حلو اللي هو ماشي معايا الخط ده واصل لنفس النقطه هنا اهي، هي نفس النقطه هنا. يبقى هو في الاتجاه الطولي بيوصل بنفس النقاط اللي واخده نفس الكود، هي دي فكره ان هو بيبني البرنامج بيبني السطح الثلاثي ابعاد او الشكل الثلاثي ابعاد للطريق. هو مش مجرد بس حط القطاع وخلاص، لا حط القطاع بناء على يبقى النقطه دي احترامها كلوكيشن من الالاينمنت واحترامها كاليفيشن من البروفايل تمام كده، واحترم الشكل دوت بناء على المين على الاسمبلي اللي انا عملته. يبقى كده اخذ الثلاث عناصر جمعهم مع بعض الالاينمنت والبروفايل والاسمبلي تمام، وبعدين كون الشكل الثلاثي ابعاد للطريق اللي هو زي ما احنا شايفينه اللي هو لحظه واحده اللي هو ده كده تمام. ده الشكل اهو الثلاثي زي ما انتم شايفين اهو، انا عندي كيرب ستون باين قوي هنا تمام واحنا ماشيين. لو احنا جبنا حتى كده جزئيه لحظه اسف بسم الله الرحمن الرحيم اوبجكت فيور اهو تمام. لو احنا ماشيين على الطريق اهو ده تفاصيل الطريق بتاعنا، ادي الطريق بتاعي عشان طبعا هو في تغير جامد قوي مره واحده معلش، ادي الطريق بتاعي هنا وادي الكيرب ستون بتاعتي هنا وادي عندي ايه ادي الميول الجانبيه نزل عمل لي زي ديتش هنا وطلع ايه وطلع تاني، نفس الشيء عمل لي ديتش وطلع تاني في مناطق عمل ايه ميل كبير جدا يمين وشمال حلو. يبقى ده كده الشكل الثلاثي ابعاد. هو كون الشكل الثلاثي ابعاد ده منين؟ هو عباره عن ادي القطاع الاول
حطه هنا، القطاع الثاني حطه هنا، القطاع الثالث، القطاع الرابع، القطاع الخامس، وبدا يوصل بشكل طولي ما بين القطاعات دي زي ما شايفين اللي هي الخطوط الطوليه دي. لو انا شلت من هنا عايز اعمل 3 دي وفريه الخطوط الطوليه، خطوط الكول اللي هي اسمها كراون هنا، وصلها بالكراون اللي هنا، وصلها بالكراون اللي هنا، ونفس الشيء عندي هنا، وصل نقطه الايدج اوف ترافل واي اللي هي الاي تي دبليو، وصلها هنا مع هنا مع هنا، والنقاط دي كلها بتكون لك شكل مين، عباره عن شكل كانه سطح ارض، سطح سوري تصميمي للعنصر ايه، للعنصر بتاع الطريق بتاعك. تمام كده، زي ما انتم شايفين انا عندي هنا طبعا كانت ميول جانبيه لان في فرق منسوب كبير. مجرد ما انا بعدل، على سبيل المثال هنشوف مع بعض، هنعمل تعديل بسيط في شكل الارض الطبيعيه. لو احنا جينا هنا وقلنا له فيو، وقلنا له انا عايز اعمل تو فيرتيكلز، يعني اتنين فيو جنب بعض، تمام، ادي كده ايه ده الشكل بتاعي بتاع التصميم بتاعي. وهروح عند البروفايل، دي منطقه الردم الكبيره قوي اللي احنا ايه اللي احنا عاملينها. ثواني بس نشيل شويه الحاجات اللي مكتوبه الثانيه دي للبروفايل، انا مش عايز الناقص ده ولا عايز ده، عايز بس الاثنين دول، التصميم والارض الطبيعيه. تمام، مجرد ما بضغط هنا وهبتدي مثلا على سبيل المثال هعدل، بحيث انا اخلي القسم الردم ده كله اخليه ايه اقل شويه، والقطع هزوده شويه مثلا زي كده. تمام، اتغير عندي هنا ولكن لم يتغير هنا، لان زي ما احنا قلنا ان البرنامج بشكل عام هو عنده القابليه ان هو بيعمل ابديت، ولكن في ابديت ساعات بيعملوا بيه نوتيفيكيشن، وده يفضل ان انت لان تغيير بسيط زي كده ممكن ياثر معاك في قطاعات او ياثر معاك في شغل تاني. فالتغيير اللي انا عملته ده يبان فين؟ مجرد ما بتروح عند الكوريدور اللي هو الحاجه المتاثره، ايه اللي متاثر دلوقتي بالتغير ده؟ الكوريدور. فعندك في الليست على الشمال ادي الكوريدور بتاعنا اللي هو ده، زي ما انت شايفين ظهرت العلامه اللي هي علامه الصفر، معنى ذلك ان حصل تغيير في الكوريدور. لو انت عايز تعمل له ابديت بتعمل كليك يمين عليه وبتقول له ريبيلد. طبعا انت عندك خاصيه الريبيلد اوتوماتيك، هنفتحها بس مؤقتا، ورغم ان انا ما بحبش او يعني لا افضل ان هي تتعمل عشان ابقى انا عارف التغييرات اللي بتحصل مباشره معايا ايه. مجرد ما هقول له ريبيلد، تمام، زي ما انت شايفين المنطقه اللي هنا كانت عريضه جدا عشان كان الميل كبير جدا، ولكن هنا منطقه الايه القطع زادت. طيب مثلا انا على سبيل المثال هبتدي اعمل تغير كبير عشان نشوف الفرق. بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد عشان هنا بس حاجه زي كده. تمام، زي ما شايفين المنطقه تبقى كلها زي ما شايفينها عباره عن رد ما فيهاش قطع خالص. مجرد ما بعمل هنا ريبيلد، هقول له مثلا ريبيلد اوتوماتيك، زي ما شايفين اتغير مباشره معايا هنا. طب لو انا جيت بقى غيرت مثلا زي كده مباشرة بيتغير معاك، واي حاجة تابعة للكوريدور زي مثلا نقول مثلا قطاعات، وفيها القطاعات دي فيها حساب كميات، كله بيتعدل مباشرة معايا. طبعا انا هنا عشان خليته ريبيلد اوتوماتيك فبيتعدل مباشرة، ولكن يفضل ان انت ما تعملش ريبيلد اوتوماتيك الا لو انت في المرحلة الاولى بتعمل ريبيلد اوتوماتيك عشان تشوف مثلا الوضع كده مناسب بالنسبة لك، بعدين تضغط على كلمة ريبيلد بحيث تشيل عملية الاوتوماتيك. ليه؟ عشان لو حصل اي تعديل انت مش واخد بالك منه مباشرة. ادي احنا ايه عملنا، تشيل سوري، تضغط عليها تاني كده هتتشال من معاك. كده هيبتدي يقول لك عايز تعمل ريبيلد ولا لا. تمام، لازم تاخد بالك بس من الجزئيه دي. انا دايما عاده صراحه بسيبها مقفول، ما بعملهاش اوتوماتيك عشان لو حصل اي تغيير ابقى انا ايه حاسس بيه او عارف بيه هو عامل ايه. تمام كده، فيبقى كده البرنامج بتاعنا زي ما احنا زي ما شفنا ان البرنامج السيفل بيجمع مجموعه العناصر دي مع بعض بحيث يكون لي شكل الطريق زي ما احنا شفنا. ولكن هو دلوقتي مبدئيا ما عمليش سطح تصميم، يعني لو جيت انا في التصميم بتاعي في الاسطح هنا الاقي سطحين الارض الطبيعيه كما هما، ولكن البرنامج بيدي لك اوبشن اللي هو في الكوريدور. مجرد ما انت بتضغط على الكوريدور بيدي لك حاجه اسمها الكوريدور سيرفيس اللي هو سطح الارض، السطح بتاع التصميم، السطح اللي انت عايزه تعمله. مثلا على سبيل المثال انا عايز اعمل سطح توب، تمام، بتضغط طبعا هنا عشان يعمل سطح توب، ولكن دلوقتي السطح لسه فارغ ما فيهوش اي تفاصيل، وبتبتدي تضيف له الاكواد اللي انت عايزها. زي ما احنا قلنا لازم تبقى عارف الاكواد ايه عشان تضيفها هنا بشكل سليم. ففي الحاله دي بقول انا عايز الكود بتاعي يبقى توب، وبقول له بضيف له على علامه الزائد دي بيجيب لي التوب بتاعي موجود هنا. في نفس الوقت بقول له حاجه اسمها الاوفر هانج كوركشن، ودي هنشرحها ان شاء الله في المحاضره اللي جايه، اللي هي ايه خليك مع التوب، وهل السطح ده ليه حدود ولا لا، هنسيبه من غير حدود دلوقتي. فبقول له اوكي، وبقول له كوريدور، بيبتدي يعمل لي سطح زي ما انتم شايفين. ولكن عندي حصلت مشكله هنا اللي هي ايه، ادي حدود الكوريدور اللي هي الخط الاحمر ده، تمام، ولكن هو وصل ما بين هنا وما بين هنا. عشان كده احنا دايما لما بنعمل الكوريدور بنعمل له حدود. الحدود دي بتيجي منين؟ مجرد ما بضغط على السطح وبقول له سوري الكوريدور نفسه، بقول له كوريدور سيرفيس، بيجي هنا في الباوندرز اللي هي الحدود، نعمل كليك يمين على السطح اللي احنا عايزينه، وعاده بنختار اللي هي كوريدور اكستندز
از اوتر باوندري يعني حدود الكوريدور بتاعتي الخارجيه تبقى هي الاوتر باوندري او الحدود الخارجيه بتاعت السطح. مجرد ما بختارها وبقول له اوكي هو بيسالني على طول تعمل ريبيلد، فبقول له ايوه اعمل ريبيلد. زي ما انتم شايفين السطح بقى ماشي بالظبط مع الحدود، مين مع الحدود الخارجيه بتاعت الكوريدور بتاعي. وفي نفس الوقت ظهر معايا السطح التوب هنا، لو انا عملت عليه كليك يمين وقلت له سيلكت وقلت له اوبجكت فيور، نبتدي نشوفه كسطح ثلاثي ايه ثلاثي ابعاد. طبعا لو ظهر معاك كده بتغير بس من هنا وتقول له كونسبشوال، اهو ظهر معايا الايه السطح بتاع الطريق بتاعي زي ما احنا شايفينه، ادي الطريق هنا اهو. وطبعا التغير واضح جدا اللي هو الايه بتاع الكربستون اللي هنا، وعندي بعد كمان ديتش قبل الايه قبل القطع. تمام. طيب حبينا نغير الشكل ده، نخليه بشكل مثلا اللي هي اللي هي البنشات، عامل كنترول وثلاثه، وباجي هنا مثلا في الديلايت وبقول له والله انا عايز اعملها بنش. تمام. طبعا هو المفروض بتحط له التفاصيل، فانا مش هحط له تفاصيل، هقول له هناك اضغط تحت هنا على كلمه ريبليس وهغير له مين، هغير له ده وبقول له كيب، لان هو بيسالني على التارجتس فبقول له سيب التارجتس كما هي ما تغيرهاش. وهنا نفس الشيء اكيد ممكن طبعا احنا بنعمل التارجتس بنغيرها، ولكن في الحاله دي انا عايز نفس التارجتس الارض الطبيعيه، ومجرد ما بقول له انتر على طول هنلاقي الكوريدور حصل فيه تغيير، لان العنصر ده بيأثر في الكوريدور. عامل كليك يمين وبقول له ريبيلد، نبتدي نشوف الشكل كده. تمام. وسطح طبعا سطح الكوريدور بيتعدل اوتوماتيك معانا، لو انا ضغطت عليه وقلت له اوبجكت فيور نبتدي نشوفه، هنلاقيه بدا يعمل لي ايه، بدا يعمل لي زي ما انتم شايفين اهي بنشات موجوده فين منطقه القطع. لو عدينا شويه في منطقه البنشات دي بحيث يجيب لنا حاجه اوضح شويه، طبعا ممكن اليمين يبقى غير الشمال، مفيش اي مشكله. ماكسيمم هايت هنخليها مثلا 2 1 ل 1 ميول، وعرض البنش 1.5 متر بس كافي، وبقول له انتر وبعمل ريبيلد للكوريدور. ما دام انا غيرت حاجه في الاسمبلي يبقى لازم اعمل ريبيلد للكوريدور، وابتدي اشوف معايا الشكل هنا عامل ازاي. ادي شكل السطح بتاعي اهو زي ما انتم شايفين، اليمين اختلف شويه مين اصلا. انا كنت بعمل بنشات في البوتوم في سوري في بتاع دوت في الفل. ادي البنش بتاعتي في الفل زي ما انتم شايفين، البنش اللي هنا ده كبير جدا، في حين البنش اللي على الصغير او سوري التوزيع اللي على الشمال هنا اصغر بكتير من الايه من اللي موجود ايه من اللي موجود على اليمين، لان انا غيرت في جنب واحد ما غيرتش فين في الجنبين. بس هو في العادي طبعا بتغير في الجنبين عشان يبين معاك الايه الفروقات. ده كده هو عمل لي سطح يعتبر من الاسمبل اللي انا اخترته، اللي هو مين الشكل اللي انا الطريق اللي انا مختاره ده. تمام. بتفاصيله البسيطه دي. طبعا اي تغير فيه مثلا على سبيل المثال الخط ده، لو انا قمت له كنترول 1 وغيرت القيمه بتاعته، هو دلوقتي واخد مثلا عرض ثابت 3 متر، فمثلا خليه مثلا 7 متر بدل هو 3 متر و60، زي ما انت شايف بيتغير معايا في الشكل هنا، واوتوماتيك طبعا بيغير في الكوريدور. ريبيلد هنلاقي الطريق اعرض من جنب، في جنب عريض هنا وفي جنب اقل. ادي خط السنتر لاين بتاعي، وادي الجنب اللي على اليسار، وده الجنب الايه الجنب اللي على اليمين، واوتوماتيك طبعا بيعلم او بيظبط فين بيظبط في السطح بتاعي. تمام كده. ادي في السطح بتاعي عندي بقى الجنب اللي على اليمين، ادي لو احنا بصينا عملنا زوم بسيط كده هو في خط السنتر، لو تشوفوه ادي خط السنتر هنا، ادي المسافه هنا صغيره، وادي الخط هنا المسافه كبيره، لان العرض هنا ايه العرض مختلف. طبعا العرض اوتوماتيك بيوسع ويدي، ده ان شاء الله هنشرحه في تفاصيل مين تفاصيل الكوريدور ان شاء الله المره الجايه، كنت هحاول اخليه النهارده بس للاسف مش هنلحق. ولكن السب اسمبلز احنا ان شاء الله هحضر بس قطاع بشكل كاد معين، وبعدين نشوفه ازاي نعمله من خلال العناصر اللي موجوده، ازاي نعمله سيفل، نختار ايه العناصر اللي تناسب معانا في الحاله دي. يعني هعمل لكم مثلا حالتين ثلاثه عشان ما احضرش صراحه حاجه، بس ان شاء الله المحاضره اللي جايه نحضر كده عباره عن قطاع عرضي بشكل كاد زي العادي اللي بيجي لنا الكاد، وازاي نقدر نحوله للسيفل. بس هي الفكره كلها للاسمبلي زي ما قلنا، اللي هو السوبر ماركت بتاعنا فيه عناصر كتير جدا. انا افضل يعني انصحكم ان انتوا، لان احنا طبعا مش هنغطيها كلها، احنا هنغطي بس حاجات بسيطه منها، ان انتوا تبتدي تشوف كل واحده وتعمل كليك يمين وتقول له الهلب، وتشوف هل دي تنفع معاك ولا لا، وممكن تنزلها على الرسمه وتجربها، نفعت ما نفعتش خلاص يبقى ايه بتغيرها وبتعمل ايه بتعمل من جديد. تمام. يبقى ده كده العنصر الاول. العنصر الثاني اللي انت ممكن تجيب منه السب اسمبلز، ان احنا قلنا ان احنا ممكن نجيب السب اسمبلز او العناصر السوبر او منتجات السوبر ماركت بتاعتنا من ثلاث اماكن مختلفين. المكان الاول من هنا، من الاماكن اللي موجوده بالفعل. المكان الثاني في حاله لو انا عندي عنصر كاد، على سبيل المثال عندي شكل مثلا بارير او شكل كيربستون معين، تمام كده، مش موجود في السيفل، مش موجود في الكيربستون اللي موجود هنا، تمام كده، وانا عايز اعمله.
ولكن العنصر ده عنصر ثابت لا يتغير. اهم شيء ان العنصر ده يكون ثابت لا يتغير. يعني ايه ثابت لا يتغير؟ يعني مش هتيجي عليك وقت تقول والله انا عايزه يوسع ويضيق، لا هو مثلا ثابت، مثلا شكل كيربستون بشكل معين ده شكلها فيكسد ثابت مش هتتغير، يبقى مفيش مشكله. بنعمل حاجه مثلا على سبيل المثال انا عندي شكل زي كده مثلا، تمام، وهعمل له فيلت راديوس سوري فيلت راديوس 0.5 ما بين هنا وما بين هنا كده مثلا. الشكل ده كده عباره عن شكل كيربستون عندي موجود في التصميم، والشكل ده هيفضل ثابت في المشروع كله مش هيتغير ومش هيعرض او مش هياخد سلوب سوري سوبر اليفيجنز، هو نفس الشكل كده مش هيتغير. فساعتها بنعمل حاجه فيها اوبشن عندنا موجود في البرنامج اللي هو كرييت، وهتلاقي حاجه اسمها كرييت سب اسمبلي فروم بولي لاين. يعني ايه؟ يعني انا هعمل سب اسمبلي بناء على بولي لاين موجود، بتختار له البولي لاين ويقول لك هتسميها ايه. فبقول له مثلا فرضا كيرب 01 مثلا على سبيل المثال، ومجرد ما بتقول له اوكي بيحوله لك هو الشكل بتاعه دوت. يبقى ده كده عباره عن سب اسمبلي. بعد كده بتحدد له الاكواد وبتحدد له النقطه الاساسيه بتاعتي فين وما الى ذلك. يعني بنعمل مجموعه خطوات بعد كده. مجرد ما انا اخترته زي ما انتم شايفين تقول لك اد كود اد شيب موديفاي اوريجن. موديفاي اوريجن دي عشان احدد مثلا ان هو لا لما حاجه انزل الكيربستون دي تنزل من النقطه المعينه اللي هي مثلا على سبيل المثال النقطه دي، يبقى خلاص يبقى لما هينزل الكيربستون او الكيربستون ده لما ينزل هينزل من النقطة دي، هيتمسك من النقطة دي وينزل من النقطة دي. لأن كل عنصر من العناصر بتاعتنا دي بيبقى ليها attachment point، فدي الattachment point اللي هي بتاعت العنصر بتاعي. طبعا كل الحاجات دي لازم بنديها أكواد وما إلى ذلك، ده إن شاء الله هنحاول نشرحه إيه المرة الجاية. ولكن ده تاني مكان ممكن أعمل منه. ولكن هي الفكرة كلها أنت لما بتعمل حاجة من polyline ما بيقبلش معاك لا targets ولا بيقبل معاك super elevations، تمام كده؟ لأن هو بيبقى عنصر يعني limited محكوم بحاجات معينة. ولكن احنا دايما بنستخدمه في الحاجات الفيكسد زي مثلا كيربستوم بشكل معين، حواجز خرسانيه بشكل معين وما الى ذلك، تمام. بنستخدم فيها ايه السب اسمبلي فروم بولي لاين، ده بيبقى اسرع واسهل بكتير قوي من ايه من اي حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه طبعا بقى السوق ادفانسد شويه اللي هي السب اسمبلي كومبوزر. ايه هو السب اسمبلي كومبوزر ده؟ السب اسمبلي كومبوزر لو جينا هنا في قائمه الستارت وجيت على السيف 3 دي هتلاقي حاجه اسمها السب اسمبلي كومبوزر، عاده بينزل كديفولت مع البرنامج. انا مش منزله ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اوتو ديسك، في الاوتو ديسك هنا سب اسمبلي كومبوزر ده عباره عن البرنامج اللي هم عملوا بيه اساسا السوبر ماركت بتاعنا. زي ما انتم شايفين في عندي بوينت ولينك وشيب، وفي عندي بقى الحالات بتاعتي دي كلها. طبعا هو بحر كبير وللاسف احنا مش هنغطيه هنا، ولكن هعمل لكم اللينك بتاع اشرف غنيم الله يبارك له يا رب، شرحه بالتفصيل الممل، تمام كده. وطبعا اخوكم محمد عبد العظيم عمل فيه صولات وجولات، واخوكم عبد الله العجمي عامل لكم برضو اللينكات دي عشان تتابعوا فيها. ولكن عاده ما بنلجأ لهوش الا لما يفضل، يعني الا لو انت اللي موجود دوت مش متاح بالنسبه لك خلاص، لان انت هناك بتروح تبني كل حاجه من جديد. فرضا على سبيل المثال الكيربستون ده ما كانش موجود في الليسته هنا، فانا بنيته على سبيل المثال بنيته هنا من البولي لاين. طب افرض لا والله انا الكيربستون ده مثلا هيتغير عرضه ويتغير ميوله وما الى ذلك، يبقى مش هينفع من هنا. ساعتها بروح للسب اسمبلي كومبوزر واعمله من هناك. طب ايه فرق السب اسمبلي لو انا عملتها من هنا وعملتها من السب اسمبلي كومبوزر؟ في الكومبوزر بيدي لك الاوبشنز بتاعت كل شيء، بيدي لك الاوبشن اللي انت تحدد والله ان اللينك ده ياخد عرض مختلف، على هذا الاساس الشركه هيختلف. تدي له ان اللينك ده ياخد مثلا سوبر اليفيجن وما الى ذلك، لان هو السب اسمبلي كومبوزر هو اللي بالفعل بنى الحاجات دي، هم بنوا من خلاله الحاجات بتاعتنا دي اللي هي موجوده في السوبر ماركت الاساسي، تمام كده. يعتبر هو الكومبوزر اللي هو المكون او اللي هو زي بنسميه اللي هو الكرييتور، هو اللي صنع الحاجات دي السب اسمبلي كومبوزر. ولكن هي الفكره كلها ان انت لازم تتمرس عليه عشان تبقى عارف انت عايز ايه او الحاله بتاعتك بالظبط ايه. ولكن انا والله شخصيا يعني اتفرجت على الدوره ولكن ما اشتغلتش عليه. هو حتى بسم الله ما شاء الله مهندس اشرف عند دول اشرف ماهر حط لنا الكود او سوري اللينك بتاع ايه الكورس مهندس اشرف غنيم. ابقوا شوفوا الشات هتلاقي ايه، هتلاقوا اللينك نزل على طول. وانا كده وان شاء الله برضو هحطه فين في اللينك بتاع الايه الملفات بتاعتنا. فالفكره ان سب اسمبلي كومبوزر بيدي لك امكانيات كبير جدا، ولكن في حاله لو انت عندك حاجه مغطيه يبقى خلاص ما فيش مشكله، ان انت مش شرط تروح له، انت ممكن تغطي باللي موجود. مش اللي موجود مش هيغطي يبقى روح له مباشره، ومش هتخسر شيء اللي انت تتعرف على البرنامج. انا اتعرفت عليه وفهمت منه فكره الاسمبليز لكن ما اشتغلتش طبعا عليه حاجه مخصوصه يعني، اللهم الا بس ايه الحاجات الاساسيه بتاعتنا دي ما فيش مشكله، بقدر اجيبها مباشره او بحاول اتحايل على اللي موجود هنا وخلاص، تمام كده. بحاول شيء ان انا ايه اروح للكومبوزر الا لو حصلت ايه ان حاجه مش موجوده معايا فبضطر ان انا اروح للكومبوزر.
تمام. فمبدئيا يبقى ثلاث عناصر انا بجيب منهم، يا اما السوبر ماركت بتاعي اللي هو كنترول 3 تول باليت بتاعتي، يا اما من خلال ان انا بعمل حاجه من بري لاين موجود، او الحاجه الثالثه اللي انا بخش على السمبلي كومبوزر وبعمل العنصر اللي انا عايزه. ولكن طبعا في كل حاله بيبقى في هي البري لاين دي اللي فيها ليميتيشن شويه، ونفس الشيء برضو دول يعتبر فيهم ليميتيشن في حاله لو انا ما عنديش الشيب اللي انا عايزه، فعشان كده بنلجأ للسب اسمبلي. سب اسمبلي كومبوزر بيبتدي يعمل لك الشكل اللي انت عايزه، وطبعا بيدي لك ملف بتنزله هنا وبتطبقه على مين، على المثال اللي عندك، وطبعا تقدر تشتغل بيه في كذا ايه، في كذا في كذا اسمه ده، في كذا بسم الله الرحمن الرحيم، استخدمها في كذا كذا مشروع تاني، كذا مشروع ايه، مشروع تاني. تمام كده، كده دي الاسمبلي وكلمنا عنه شويه وكلمنا عن التفاصيل بتاعته شويه. المره الجايه بس هنعمل قطع او قطعين كده شكلين مختلفين ونبتدي ايه نشتغل بيهم ونعمل الكوريدور بتاعنا، لان احنا المفروض احنا محاضراتنا 7 محاضرات كده، احنا ممكن هنقصر في موضوع. لا ان شاء الله الموضوع اللي جاي باذن الله، يعني المره الجايه هناخد الاسمبلي في البدايه ونخش على الكوريدور شويه بشويه تفاصيل، ونطلع الايه فكره القطاعات ونظهر القطاعات للايه للمشروع بتاعنا. اتمنى كده يكون الكورس يعني لحتى الان يعني مفيد بالنسبه لكم، ولو احتاجنا نمدد هكلم اشوف بس الشباب في الاداره هل ينفع ان احنا نمدد مثلا بدل ما هم 7 يبقوا 9 أو 10 مثلا او حاجه، عشان نكرمكم بمحاضرتين زياده كده ولا حاجه لو امكن. يعني ما امكنش يبقى نحاول احنا نضغط شويه في الموضوع. طبعا يا باشمهندس طبعا تنورنا. الله يبارك لك يا كبير، تسلم يا رب. والله يا ريتني كمل. خلاص شوفوا براحتكم. والله السنه الفكره ان انا لما قلت 7 محاضرات بس الفكره ان الاسئله بتجيب مواضيع زياده وبتاع، فخد بالك، فهي الفكره في كده يعني. وانا وهم اني كنت متابع جيد يعني كورس حضرتك القديم، حضرتك فتحت حاجات كتيره جدا مختلفه. والله لو ربنا يكرمك لو تحب تزود احنا تحت امرك. طب خلاص مفيش مشكله، مفيش مشكله ان شاء الله الرتبه باذن الله. انا برضو هحاول على يوم الجمعه كده اشوف بس الموقف الحاجات بالظبط اللي احنا هنعملها خلال المحاضرات اللي جايه، وساعتها اقول لك ممكن نزود محاضره او محاضرتين كمان ان شاء الله. الله يبارك لك يا رب. شوف بقى لو حد عنده اسئله بخصوص الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه لحتى الان كده، لان يعني الفكره ان الواحد الافكار انتهت منه دلوقتي، فالواحد لسه هيركز شويه. لو سمحتوا اللي عنده اي سؤال يعمل رايز هاند لو سمحتوا. طيب في سؤال بيقول لحضرتك لو عايز اضيف قناه مائيه على احد جانبي الطريق قصيره. بص هو القناه المائيه انت عندك في كذا اوبشن، في طبعا في الكنترول في على سبيل المثال احنا هنشيل او خلي ده موجود مفيش مشكله، كنترول وثلاثه قناه مائيه، هتلاقي عندك هنا ترنش، ادي ديتش، في عندك ديتش هنا مثلا دي قناه مائيه، في التشانل، في كذا اوبشن عندك هنا في قناه الترنش دي، في كذا اوبشن من اللي موجودين. كليك يمين على مثلا على التشانل اللي فوق خالص وتقول له ايه، تقول له الهلب بتاعها وتشوف اهي حاجه زي كده، دي قناه مائيه مثلا على طرف من الطرفين بتوع الطريق، هتعملها كده فتشوف هي دي هتناسب معاك ولا لا. والله يتناسب معاك اوكي، ففي الحاله دي مثلا دي هتناسب معايا. فعشان كده ساعات بيقول لي ازاي نعمل ريبليس، انت مجرد ما بتختار العنصر، انا والله عايز انزل الشانل دي مكان مثلا الداي لايت اللي موجود هنا، في قائمه اسمها قائمه ريبليس هنا، في انسيرت وريبليس ودي داتش. ففي الحاله دي بقول له ريبليس، غير لي مثلا على سبيل المثال اعمل لي الديتش ده مكان مين، مكان الداي لايت اللي موجود، وبقول له اوكي، فعمل لي الديتش زي ما انت شايف. ولكن هنا خد بالك ان الديتش مثلا نقطه الانسيرشن بتاعته النقطه دي، نقطه الانسيرشن النقطه بتاعته دي، طبعا في الحاله دي مش هينفع معايا الديتش ده مثلا، ممكن تختار ديتش تاني او بتعمل موف للعنصر ده، بتقول له موف تمام كده. بس هو الفكره ان هو كده كده نقطه الانسيرشن هنا، فاحنا ممكن بنتحايل عليها ان احنا بنعمل لينك في حاله زي كده مثلا. فرضا على سبيل المثال هعمل لينك اللي هو ويدث اند سلوب مثلا، طبعا بتحسب مثلا العرض بتاعك هنا مثلا على سبيل المثال هيبقى عرض 3 متر او 5 متر مثلا على سبيل المثال، وبتحط اللينك ده هنا تمام، وبعدين بعمل موف لدي، بقول له موف وجيبها لي فين، جيبها لي في اللينك هنا. طبعا انت بتحسبها بحيث ايه ان هي تبقى ايه نفس، طبعا احنا عاملين لينك بسلوب، بتحسب بحيث ان السنتر بتاعك هنا يبقى نفس السنتر هنا. يعني دي هنشوفها ان شاء الله في المره الجايه ازاي نحسب حاجه زي كده يعني، او لو دي مش نافعه معاك خالص احنا ممكن نعملها بلينكات تانية. يعني ايه اللينكات دي؟ صراحه لذيذه جدا حاجات الويدز لينك اند سلوب دي. مثلا هو اللينك ويدز اند سلوب، انا عامل مثلا على سبيل المثال هعمل ديتش عباره عن نازله مثلا بعرض مثلا 2 متر ونزولا بنص متر، حلو كده، او نزولا مثلا 25%. فبتعمل انت هنا، اسف معلش لحظه واحده، مش ده
هشيل ده كده. هبتدي اقول له عايز لينك ويدز اند سلوب مثلا عرض 2 متر حلو كده، والسلوب بتاعي ناقص 25 كام؟ 25% زي كده تمام. وبعدين هعمل لينك تاني عرضه مثلا متر تمام كده، وناقص كام؟ ناقص 50%. وبعدين هعمل لينك تالت مثلا عرضه متر ونص مثلا على سبيل المثال، واللينك والسلوب بتاعه زيرو اللي هو الديتش نفسها تمام. وبعدين هعمل لينك تالت اللي هو متر وزائد 50% عشان يعملها لي بالشكل ده مثلا. يعني دي كده زي كانها قناه مائيه، طبعا بتعملها ده على حسب المواصفات اللي عندك. مجرد ما بتقول له هنا عندي انا اعمل ريبيلد للكوريدور بتبتدي تظهر معاك مباشره. نبص عليها كده على اليمين اهي، دي كده من خلال اللينكات اهي زي ما انت شايف ظاهره معايا على اليمين هنا. دي قناه مائيه كده على اليمين في احد الطرفين يعني، ومش الطرف ايه، مش طرف واحد. يبقى كده ظهرت معايا في جنب واحد من خلال اللينكات، او من خلال انت بتشوف الايه مع مجموعه الترنشات دي تنفع معاك حاجه فيهم ولا لا. يعني معاك الاثنين اوبشنز دول. في سؤال تاني ولا ما في؟ تمام. شوف كده كان في المهندس محمد عاطف، اتفضل. لو سمحت يا هندسه. ايوه بيتفضل. لو عندي قطاع فيه تفاصيل كتير ممكن على سب اسمبل الكومبوزر ادخل بس كنقطه ولينك وشيب، والبارامترز مثلا هتبقى عندي اللي هو العرض والسلوب بس، يعني مش لازم اخش في التفاصيل التانية اللي هي بتاعت الديزيشن والحاجات التانية ديت، هتنفع ولا مش، ولا لما اجي استوردها هي على حسب بس حاله القطاع اللي عندك. هي الفكره كلها انت بتلجا للتيزيشن او بتلجا للحاجات التانيه دي بناء على القطاع اللي عندك. القطاع بتاعك شكله ايه وعلى اساسه انت بتحدد. يعني مثلا على سبيل المثال انت ممكن تعمل قطاع ويقول لك والله انت فرضا يعني القطاع بتاعك هذه الحاره عامله كده، وبعدين بتنتهي عامله كده وراجع كده مثلا على سبيل المثال يعني تمام. وبعدين انت المفروض انه هتعمل راوندنج هنا وبعدين ينزل بميل كده، والميل ده يقابل حاجه تانيه جايه هنا. واخد بالك؟ فدي طبعا انت لازم الكلام ده كله انت لازم بتعمل مثلا فرضا يعني تعمل ديسيشن مثلا تقول والله لما يكون الشكل كده يبقى الميل اللي جاي من هنا او نقطه انترسكشن لازم تيجي نقطه انترسكشن هنا، لازم بتحدد له نقطه انترسكشن مثلا، بتزود نقاط موجوده معاك على اللينكات اللي موجوده. واخد بالك؟ يعني بتزود له حالات على حسب الحاله اللي عندك. تمام. بتختلف قدر الامكان على حسب الحاله اللي عندك، ولكن انت حاول قدر الامكان ان انت تلجا هنا. غير كده انصحك قبل ما تبتدي في السب اسمبلي كومبوزر ادرسه كويس الاول، اتفرج على الكورس اللي نزلوه. يعني هندسه ما بتبقاش موجوده هنا خالص، يعني بتبقى قطاعات صعبه شويه. ما انا بقول لحضرتك ادرس السب اسمبلي، لان بص السب اسمبلي عايز دراسه وعايز انت تشوف امثله. انا ارشح لك طبعا الكورس بتاع مهندس اشرف غنيم، وكامثله محمد عبد العظيم شرح شويه، وفي واحد ثالث هو طبعا للاسف مش موجود على الساحه الفتره اللي فاتت دي، اسمه عبد الله العجمي. هو الشاب ده كان معانا في الشركه وعمل مشروع، هو بصراحه عامل شغل حلو جدا بالسب اسمبلي كومبوزر، وعامل شغل حلو جدا في اظهار هو طبعا فيديوهاته طويله كمان شويه، ولكن عامل شغل حلو جدا في الموضوع ده، وجاي بمشروع تقيل وشارح عليه. هعمل لكم اللينك بتاعه، او دور كده اكتب عبد الله العجمي 7 3D، هتلاقيه شارح كل حاجه بالسب اسمبلي كومبوزر. هو عامل مشروع كامل وبيطلع داتا بيه وبيعمل قطاعات بيه كل حاجه، وشرح السب اسمبلي كومبوزر بالتفصيل. انت يعني ايه، حاول كده تاخد بس فتره الاول قبل ما تخش انت في مباشره في السب اسمبلي كومبوزر، خد فتره الدراسه دي الاول كده وشوف امثله بتتعمل عليه ازاي وابتدي اشتغل انت عليها. تمام يا هندسه، تسلم، شكرا. العفو العفو. طيب تمام يا باشمهندس، لو سمحت يا ريت يكون بس التيبيكال سيكشن اللي حضرتك هتشرح عليه يكون من السكشن المعقده بتاعت وزاره النقل اللي هي فيها راوندنج في الجزيره في سلوب. ايه ليه كده؟ ايه؟ والله لاني فعلا فيها شغل كتير، يعني عاوز اشوف حضرتك استخدم ده ازاي بعيد عن الكومبوزر. لا بص، هو مبدئيا يعني احنا هنعمل حاجه ان الجزيره الوسطيه نفسها بتوسع وتضيق تمام كده، لكن الجزيره بيكون فيها فتحه دي عند اخوكم محمد عبد العظيم، بس بتوسع وتضيق مفيش مشكله، لان نعملها لكم. هشوف لكم طب قطاعه ولا اتنين كده يكون فيهم تفاصيل يعني تفاصيل بسيطه، يعني قطاعين، قطاع مثلا سهل وقطاع معقد شويه عشان يبقى ايه الحالتين موجودين. معلش، اللي وزاره النقل فعلا كل التيبكال سيكشنز بتاعتها كلها رخمه يعني. لا انا اي حاضر ماشي. دي دايما بيكمل لفوق او سب جريد، فالحاجات دي مش متداوله في السيفل يعني في السوبر ماركت. تمام؟
طيب بعد اذنك الباشمهندس عبد الرحيم، تفضل شخص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ تفضل بي. الو. ايوه معاك، سامعينك، اتفضل. ايوه يا فندم. والله يا فندم يعني يا ريت حضرتك يعني موضوع التدبيش واضافته للقطاع العرضي، وعايزين بص حاجه. هو التدبيش انا هعمل لك، ادي لك لينكين، محمد عبد العظيم وحد تاني شرحه التدبيش، عشان بيقول لك هي الفكره ان التدبيش منه بقى. انا هحاول الجا للحاجات لو تم شرحها هبعت لك اللينك بتاع، لان ممكن الناس التانيين دول بسم الله ما شاء الله يعني ادوا فيها كتير، يعني مثلا بيبقى هو شرح التدبيش مثلا في ساعه الا ربع، فاحنا عشان نلحق نلم نفسنا احنا هنا مش هنلحق في ساعه الا ربع، لكن لو الحاجه موجوده انا هبعت لك اللينك بتاعها، هقول لك ده اللينك بتاعها تروح عليه مباشره تلاقيها مشروحه بالتفصيل ان شاء الله. لا تمام يا فندم، انا كنت بسال بس هو لو في طريقه لعمل موضوع التدبيش ده من السيفل، يعني مش عايز الجا للصلاه. بص هو هو المفروض هنا في البنش، يعني لو احنا رجعنا كنترول 3 حاجه بسيطه، احنا مش عايزين مثلا الديلت البنش هو الوحيد اللي فيه المفروض تقريبا انا ما اتذكر يعني بس انا صراحه مش عارف هل ده الريبراب انا ما استخدمتوش، هل قصدهم الريبراب بقى اللي هو بتاعنا اللي احنا عايزينه التدبيش ده ولا لا، بس غالبا لا، انه حتى مش باين في القطاع هنا. هو يفضل ان انت تتفرج على الفيديو التاني، هو الفيديو التاني صراحه بتاع محمد عبد العظيم الله يبارك له شرحه بطريقه بسيطه وسهله والله، بس يعني مش عارف يمكن العفيه بقى نحاول. لا خلاص ابعت لك حد ثاني يمكن عف محمد عبد العظيم. لا 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 الناس دي فوق راسنا والناس دي الله يبارك لك يا رب. لا ابعت لك حد ثاني شرحه، ابعت لك حد ثاني شرح. وبالنسبه لموضوع تطوير المحاضرات يا باشمهندس، احنا ما عمرنا ما نزهق من حضرتك يعني. الله يبارك لك يا رب، يا ريت يكون لقاء اسبوعي والله. الله يبارك لك يا رب، الله يبارك ان شاء الله، ربنا يسهل الحال، ربنا يسهل. الله يعينك يا باشمهندس، ربنا يجعله في ميزانك ان شاء الله. تسلم تسلم حبيبنا. الله يعزك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب بعد اذنك المهندس مصطفى البداوي، اتفضل. ايوه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله تكون بخير. هلا باشا، الله يخليك. تسلم باشمهندس. كان عندي مشكله اللي هي مشكله الدي لايت اللي بتبقى دايما مع الكوريدور، انا يمكن كنت سالت حضرتك عليها قبل كده، ولكن هي دايما مستمره معايا، بيبقى يعني عايز اعرف مثلا منين اعرف اذا كان في لينك، يعني دايما بيبقى عندي مشكله ايه الدي لايت مثلا يكون ماشي على الشمال، يبقى الفيتشر لاين بتاع الدي لايت مره واحده الاقيه ناقل على اليمين وعامل لي مشكله في الكوريدور. بتعمل طب الانورد والاوت وورد ولا لا؟ جربتها مره بالان وورد والاوت وورد، بتتغير الاماكن، يعني مثلا مكان ممكن لو هو كان بايظ في الاوت وورد بعد كده لما اعمله ان وورد يظبط في حاجه. بص هي قابلتني حاجه زي كده لما بيكون انت عامل تارجت توسعه او حاجه على فيتشر لاين. لا دي المفروض تارجت بتاعها تارجت على الان جي ال على طول. لا انا قصدي في القطاع نفسه، في القطاع نفسه عامل تارجت على حاجه تانية؟ لا القطاع تارجت ان جي ال بس، يعني الدي لايت. انا ما بتكلمش على الدي لايت، قبل الدي لايت مثلا في الحارات عامل قطاع توسيع على عرض حاره مثلا او على حاجه؟ لا ما فيش اي حاجه، هو ده قطاع. مبدئيا لو الملف تحت ايدك ابعته لي عشان اعرف الموقف ايه. انا بص بره لسه كان لسه واحد زميلنا بعت لي من كام يوم كان عنده برضه مشكله زي كده، وقال لي في بتحصل مشكله ان الدي لايت شغال سليم وبعدين بيجي يبوظ وبعدين يشتغل تاني سليم، فلقيت ان كان هو عامل عرض توسيع الحاره معينه. حلو كده، فالحاره دي المفروض هو كانت ماشيه، يعني هو عامل حارتين كل حاره واخده لينك معين، واخده سوري تارجت معين، ولكن هو في الحته دي اللي باظت فيها كان اللينك دخل في اللينك، سوري اللي هو سوري التارجت دخل في التارجت، يعني مثلا هو كان ماشي خطين متوازيين على سبيل المثال، ولكن في الحته دي الخط منهم دخل جوه نطاق الخط الثاني وطلع ثاني، فبوظ له الحته دي، باظت له الدنيا كلها. فعشان كده بقول لك انت عملت تارجت صفر جوه قبل كده ولا لا؟ بس مبدئيا لو ما فتحت ايدك ابعته لي ابص لك عليه. حاضر. طيب ماشي حاضر، شكرا يا باشمهندس. تمام. طب حضرتك في سؤال بيقول لحضرتك كيف اجعل السيمبل يقرا البي جي ال من حافه الاسفلت الداخلي لطريق ازدواج؟